بص خلينا نبدا المحاضره بتاعت النهارده بالمشاكل اللي هي بتاعت المسجد، وتسلم ايديك يا هبه والمجموعه اللي بعتت، وانا بسجل بس ان انتوا خدتوا 10 من 10 بلس 10. تسلم ايديك يا اوكي هبه. شكرا. طيب تعالي بقى نمسك واحده واحده. انت عملتي المشربيه دي ازاي؟ ايه؟ لاين لاين تمام. ثم يعني مثلا فرضا من عندي هنا، وعايزين اقل من واحده واحده كمان، يعني عايزين فتفوته فتفوته عشان نقارن ما بين اسلوب التفكير والحل باعلى دقه في اسرع وقت. يعني مثلا المشروبات دي انت بتقولي انت عملتيها لاين، يعني انت رسمتي مثلا على المربعات او على الجريدز بتاعت الار دي مثلا، ادي لاين وهاجي هنا كده بسناب واروح جاي واخد جريد بوينتس واروح واخد فيرتكس واروح جاي مثلا راسم فرضا زي الشباك كده او زي الكورنيشه. دي مش مشكله، وهناخد ان احنا نعمل الكيرف بتاعها ازاي دلوقتي، لكن المشكله في السلالم او في الاضلاع دي. مش عارف انت عملتي كده زيي ولا لا. عملت كده. طيب تمام، نطلع كده اهي. اهم حاجه انت تقفلي الشكل والاس دي بقى. طب الوايرز اللي في النص، طبعا الكلام ده لو انت رسمتيها هيبقى على الكاد هيبقى اسرع واسهل. لا انا رسمته هنا في ال 3D ماب. اوكي كده اهي كده. باخد من هنا كده من فوق والله ماشي. طب انت عملتي ايه بعد كده يا هبه؟ عملت اديت سبلاين، لا ايوه انا سامع قبل ما اكمل اللي هي اللاين. وبعدين ايوه عملت اتاتش تمام. طب بعد اتاتش بندر تمام او اللي هي جيت. انيبل ريندر. جدع برافو عليك. هي الفكره كلها في ان انا اوفر كميه سيجنال، خدت بالك؟ يعني اوفر ان انا اروح ارسم ايه واعمل اوت لاين واروح اعمل بقيه بقيه الشيبس. يعني همسك هنا ادي الشيب وهاجي اولاد كده اروح جاي اعمل هنا اتاتش مالتيبل اهي، واروح جاي واخد بقيه الاوبجكتس اهي. ثم اروح انا جاي هنا كده من جوه اللاين، مش هطلب ايه سبلاين لان ده لاين في النهايه، خلي بالك. واحنا اتفقنا ان اللاين ما تذكر بتكونش سبلاين. ماذا هاجي انيبل واقول هنا ريكتانجل، يروح طالع معايا بالشكل ده كده. اهم حاجه كده عندك هيبه ان هو بكام فيرتكس؟ زيرو فيرتكس. زيرو طيب الناحيه الثانيه حتى لو انت عملتي من الشكل ده 1000 واحد، بص كده كوبي ميرو كوبي طلع برضه كام فيرتكس؟ زيرو فيرتكس. زيرو حتى لو كان عدد، خلي بالك فيرجن 21 22 بيجيبوا هنا عدد فيرتكس 6 او 7 على حسب عدد النقط. برضك اي ما كان القيمه اللي هي موجوده هتبقى اخف كتير من انت تعملي اوت لاين ثم اكس دي. بالك؟ طب دي كانت واحده. طيب هنا بقى في زتونه ومشكله مهمه جدا. لو انا جيت هنا عندي بالشكل، في حد جه تاني اهو، مش عارف الاسم ده بتاع مين، ومين يا جماعه اللي موجود؟ طيب في حد موجود بس قافل المايك، وسلمى دخلت اهي كمان. طيب الكيرف ده هيبقى تعمل ازاي؟ او حتى العمود ده. العمود عملت البوكس ماشي. وبعدين سويت له السيجمنت البوكس وبعد كده عملنا السيجمنت. وبعدين دي اف اف دي حلو. طب في حاجه تانيه او في بديل؟ هل ممكن اعمله تيبر مثلا؟ اه. طب ما الراجل ده ادانا تيبر في الاول. ازاي الكلام ده؟ يعني انت المفروض ان انت ايه بتحللي مجموعه البدائل، يعني عندي سواء كان تيبر او سواء ان انا اجي يا سلمى مثلا. سلمى انت دخلتي وسمعني ولا لا؟ يا دكتور مع حضرتك ازيك يا سلمى؟ مش سلمي طيب؟ الحمد لله. نعم مش سلمي طيب؟ ما انا لقيتكم بتشرحوا فما رضيتش لا يعني قطعيني، لا اقطعكم. وقتي ما يمشيش. احنا ماسكين بنمرمط المبنى بحيث ان احنا نطلع اقل تفصيله منه عامله ازاي. ازيك يا حفصه؟ طب دي حفصه ولا لا؟ طيب وفي اسم، في حد اسم ثالث بس مش عارف هو مين. انا مش سامع. هبه انت اللي بتتكلمي يا هبه؟ لا مش انا، انا يا دكتور، ازيك يا حفصه؟ دكتور حق حفصه الفنانه. طيب فينك بالصدفه؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه النت عندك بيقطع، خلي بالك. دكتور؟ انا اصلا والله ما كنتش احضر الميتنج عشان اوعي اوعي اياك والله اقسم منك. انت حر. يا حفص. طيب رهف، ازيك يا رهف؟ يا رهف
وفين دنيا ايوه وفين لينا؟ هكلمه بقى. لا صحيهم صحيهم، قول لهم انا جبت لكم سندوتشات. طيب بص، انت معاك يا هبه ادي كتله، وهاجي هزود هنا سيجمنت. اي ماشي، وخليني ان انا ازود سيجمنت كده بالعرض مؤقتا، وهقول لك ايه سببه. خلي بالك عندك يا سلمى ده مهم. ثم سلمى انت شايفاني كويس سلمى صح؟ مع حضرتك يا دكتور. طيب ثم هاجي بعد كده زي ما قالت هبه خلاص، وهاجي اعمل هنا كده اف اف دي، وهاجي كده عندي يا هبه هروح جاي كنترول بوينت، وراح جاي واخد الصف اللي فوق ده بس، وراح جاي هنا عامل له هنا ايه؟ اسكان تمام. وخلي بالك لو عايزه تشكلي في الحته دي بس وتطلعي بالسنه دي قوي قوي، هتروحي انت جايه يا سلمى، مش عارف يا سلمى انت حطيتي ايدك فيه واشتغلتي اه ولا لا؟ يا دكتور، بس انا يعني جيت اعمل البوكس ده لما وعملته اللي هو اف اف دي دي او اف اف، اف اف بس دي واخترت الفيرتكس ومسكت البوينتس، بس يعني ما جاش في دماغي اللي انا اعملها سكيل بصراحة، فهي طلعت بس مظبوطة. خدي بالك، خدي بالك يا سلمى، انت عندك اف اف دي ما فيهاش فيرتكس، اف اف دي فيها كنترول بوينتس. قصدي كنترول بوينتس. تمام، مش الفيرتكس انا اخترتها عشان لو عايز اطلع بالسنه دي. يعني حضرتك الاول عملتها اف اف دي، بعد كده الايديت مش وشكله تمام. زي ما انت عايزه، بس مش هي دي بقى المشكله. المشكله اللي انا عملت المشربيه اللي هي كانت موجوده من هنا من شويه. طب دي هتطلع ازاي بالكيرف؟ هجيب الكيرف ده ازاي؟ يعني بص الصوره عندك عامله ازاي؟ انا هجيب دي المشربيه، بصي دي المشربيه اللي انا عملتها من شويه، حلو؟ انا وهب قبل تقريبا انت حضرتيني فيها في اخرها. انا عايز اجيب بقى الكيرف ده، اجيبه ازاي؟ انا عملته خط مستقيم، وحتى قلت الهبه ده كانه ده الحيطه والسقف زي ما كنت بعمل كورنيش. انا عايز ارسم الكيرف ده، هجيبه ازاي؟ تفتكر اجيبه ازاي؟ احنا كنا عاملين قبل كده اللي هي نحول يعني نعمله اكنه دايرة عادي، بعد كده نحول اللي هي النقطة دي نعملها كورنر. بس تفتكر يا سلمى هيطابق معاك؟ هيبقى ماشي اكيرت بالظبط زي ده كده؟ لا مش عارفة بصراحة ده. اعمل ايه بقى؟ هقول السيجمنت، هيبقى انت لسه هنا صح؟ السيجمنت اللي انا عملتها هنا اهو كده، في زيتونه كده مخفيه، في عندي جوه اديت مش، في عندي هنا ايه؟ ايه فانا هاجي امسك الادج ده بس، واجي اقول له هنا انا عايز هنا ويندو، واروح ماسك هبه الادج ده بس فقط، واجي اقول له لو سمحت حولهولي 2 دي. ده هو ينفع كده؟ طبعا. حضرتك هتيجي هنا في حاجه هنا جواها اسمها ايه؟ create شيب فروم shape ادج، from it. ورا جاي قايل له انا عايزه لينير عشان ما يبقاش فيه ايه تكسيره في الاضلاع. اوكي، طب هو كده ايه اللي حصل بالظبط كده عندك يا سلمى؟ انا اخدت من هنا ادج اهي، ودي نمره واحد اول حاجه انت بتعمليها، ثم تاني حاجه هنا اهو حاجه اسمها كرييت شيب فروم ادج. طب ايه اللي دولت بيعملوا ايه؟ هما الاثنين دولت بيطلعوا لي الشكل ده 2 دي او اي حاجه انت بتمسكيها من الادجز. طب ورينا كده معلش عشان احنا مش فاهمين او مش شايفين. هروح انا ماسك الشيب 3 دي ابعده كده، يفضل عندي هنا ايه يا سلمى؟ تمام. تمام، واكد بالظبط، ما هو كده كده هو منه فيه اصلا. طب انت محتاجه كل دي؟ لا، حضرتك هتروح انت ماسكه السيجمنت اللي انت محتاجه ايه الكيرف ده بس، اروح ماسك دي كده ولو ديليت لو سمحت، وهي دي اللي انت هتكملي عليها بقيه المشربيه. بدل ما هي كانت خط مستقيم زي ما انا كنت عامله يا هبه، دي اللي هيبقى فيها المشربيه الصغيره. اوكي. يبقى زيتونه تاني عشان بس مش عارف حد من زمايلنا هنا ولا لا. طب نشوف مين جه تاني. سلمى وراف لينا، ازيك يا لينا؟ الحمد لله. اخبار حضرتك؟ فين الشغل يا فنان؟ هو انا ما كملتوش، بس بعت لحضرتك تقريبا لحد اخر حاجه وصلت ما عليها. انت بعتي لي وقلت لي خلاص انا حليتها، ما بس انا ما لما صورت لي كملتش بقى، فيديو. انا عملتها. طب ما انا هخصمه من دنيا كده، هتخصمه من دنيا حر. هي فين دنيا النهارده؟ هي دلوقتي هتيجي شويه بس وهتيجي. طيب خلي بالك هي مش هتعتقك، لان انا هقسم شغلك منها، خلي بالك هي مش هتسيبه. طيب اوكي. تسلم ايديك يا رهف. رهف شكلها بتجيب ساندوتش، ماشي. لا والله موجود، بس مش عارفه ارد. لما انا شايفه في ايدك اهو حته ساندوتش ما شفتوش قبل كده، فرنساوي لا يعني، والله حتى مش العظيم عامله ما حساب دنيا اتحركت لما. اصلا من مكاني. وشوب الشاي ابو لبن اللي في ايديك ده. لا بشوفش الشاي باللبن بقى. بص انا عايز امرمط المبنى ده عشان لو في مشاكل يبقى احنا فهمناها. المهم ده في منتهى الاهميه، هو ان هو يعتبر شرح بس، فيدباك شرح بالعكس. طيب انا هعمل الجزئيه دي تاني عشان مش عارف، ما خدتش بالي لينا كانت شافتها ولا لا. اي شيء يا اولاد 3 دي، اي شكل اي مكان خلاص،
اقدر اخد الواير بتاعته كلها او جزء منها احولها عندي 2D. طب ازاي؟ انا ممكن اخد مثلا، انت عامله مثلا لينا دي دوم مثلا او شكل، انا ممكن بلاش عاملاها كرسي المرجيح. حد عارف كرسي المرجيح اللي هو فيه واير وعامل زي الشبكه اذا كانه خرزان مثلا؟ اه اه يا دكتور، تمام. هو في حد ريكوست ريكورد؟ هو مين ده؟ هو مين تاني يا جماعه من الموجودين؟ انا عايز اعرف مين. انا محمد يوسف. انت فين يا جو؟ انا محمد وعمال يوسف وعمال بجد. انا اه ومح... وانا ايه طب ما انا عمال انادي عليك مصطفى، وفين فين يوسف؟ مش سامع النت بيقطع. بقول لك يوسف فين؟ جنبي اهو. سلام. طيب يجي دلوقتي. هيجي لسه دلوقتي، وقول له وعيتك سودة. ماشي. طب خلي بالك المسجد ده تقريبا فيه مراجعة للتسع محاضرات اللي انتوا فيه، حاجات وقعت منهم. يعني ده اهم اهم من اي محاضره فاتت، لان انا شغال بالراحه هو وبراجع فيها كبير فشفت. بصراحة. طيب طب فالمهم انا ممكن صحصحه، برضو لو يعني انت، نسجل ما انا ريكورد. بسجل، انا كده كده بسجل حتى وانا بقول لك الكلمتين دول بسجل، هتسمعهم تاني في ريكورد. ماشي. طيب خلاص، فانا عندي هنا كده اي شيء باي مكان اقدر احول. فانت لسه كنت بجيب شكل او سيره المرجحه دلوقتي اللي هي فيها شبك شكل الخرزان. ممكن امسك دي كده واجي هنا كده من موديفاي واجي اقول لاولاد كده هنا كرييت شيب فروم ادجز، بس اجيبها اللي تمشي الاول، واجي هنا ادجز اهي، واجي اراها امسك الادجز اللي انا عايزها سواء الشكل كله او جزء منه، ثم هتروح انت جاي قايله له هنا كرييت شيب فروم ادج. خدت بالك لينا؟ ما اعرفش شفتيها اه ولا ايه النتيجه اللي حصلت، ان انت عندك الشيب ده كده اه اهو، شفتها. ده تحول 2D. عايز اعمل له مثلا ثيكنس، اعمله سويب براحتك وتركبي له سكشن ماشي. عايزه تيجي يا لينا مثلا او يا سلمى تيجي تقول لو سمحت روحي اعمل لي انيبل ريندر وتوفري حجم سيجمنت براحتك. عايزاها ريكتانجلر زي ما انت حابه مثلا، ممكن تستخدمي الشكل ده لوحده. انتوا معايا يا اولاد؟ اه مع حضرتك. دي في منتهى الاهميه يعني. وصلت؟ ودي كده دي كده يا اولاد وصلت؟ أيوة وصلت. طيب دي حاجه. كنا واقفين انا وانت فين يا هبه؟ عند العمود والمشربيه دي. طيب في ايه تاني في مشكله؟ انت عملت المأذنه دي ازاي؟ هي دي. وهل هي نفس الطريقه يا هبه بتاعت الشكل اللي هو الذهبي ده؟ صراحة عملتها بالشكل بتاع الصالة ندي. تمام صح. انا كنت خايف لا تقولي اللوفت. في حد يا اولاد جرب او فكر في الموضوع لوفت؟ وفي حد سامعني؟ موضوع ايه يا دكتور؟ امر احنا اخر امر خدناه ايه المحاضره اللي فاتت؟ اخر حاجه خدناها، اخر حاجه خدناها شرحا يا هبه. هو في حد سامعني طيب؟ اه يا بس اه يا دكتور انا سامعك. طيب احنا اخر حاجه خدناها شرحا يا اولاد ايه؟ هو انا مش فاكرة بصراحة كانت ايه، طيب في حد ولا فاكر؟ انا مش فاكرة. لا مش فاكرة. طب احنا خدنا شكل العمود؟ يعني اعتقد يا دكتور احنا بنجيب اللي هو عمود اكنه بوكس عادي، لا، بعد كده مش بتكلم على دي يا سلمى، انا بكلمك هو على احنا اخر حاجة كنا عملناها اللي هي الغرفة اللي فيها شباك مايل ده. تمام. لكن احنا رهف احنا، طب احنا خدنا امر لوف، خدنا العمود. لا غالبا لا. طيب امر لوفت ده انا لسه مش هشرح الوقت لما اخلص الموضوع المسجد. تمام. ده هو امر، ده حلال عقد يعني بيحل لي عقده اي حاجه اي مكان. بس هي المشكله ان هو بيتقل لي حجم الفايل. ده هيتعمل ازاي؟ هو انت عندك مجموعه من السكاشن او مجموعه من الاشكال الشيبس 2 دي اللي هي من ضمنها ستار. طب ثم انا ممكن اجي هنا كده عندي كالينا وازود عدد البوينتس، مش عارف اللي هنا شايفاني اه ولا لا، ثم اعمل اوت لاين، ثم اروح جاي اعمل اكسترود اوت لاين عشان الشكل عندي يا لينا يبقى مفرغ من جوه. خدت بالك يا سلمى؟ اه يا دكتور مع ثم حضرتك. وممكن اجي اقول لو سمحت روح اعمل لي دي فيلت، فيلت يعني روح للفينش كورنر بتاعتي، مش عايزة حاد او شارب كده سواء من جوه او من بره. شايفها؟ وهي طبعا انت عامله لها اوت لاين، فبالتالي طالعه ايه دبل لاين من جوه.
دكتور معلش، هو حضرتك دلوقتي كنت رسمت الستار، بعد كده قلت هنخليها كلها اللي هي يعني خط واحد. لا قلت لك هنخليها خطين، هنخليها اديت سبلاين واجي هنا كده عندي هنا ادي اس بي لاين اهي، وهتيجي تدي لها هنا دبل لاين عشان تطلع من جوه مفرغه. خدت بالك يا هبه؟ اهي كده اه تبقى مفرغه كده. انت معايا سلمى؟ اه يا دكتور محمد. وهتبتدي تري سكيل، تعملي واحده اصغر من الثانيه اصغر من الثالثه وهكذا وانت طالعه. حتى الكونكشن اللي هو اللي ما بينهم ده يا دوبك انت هتروح تعمله هنا امر سويب، وتلاقي جوه امر سويب هتلاقي في عندك مجموعه سكاشن كتيره، سواء الشكل ده او هو بوكس مثلا او اللي هو الكونكشن اللي ما بين كل جزئيه والتانيه. وحد معايا ولا فين؟ اه ما معاك. حضرتك. طيب الجزئيه اللي في النص دي اتعملت ازاي؟ سواء كانت صغيره او حتى الكبيره اللي هي دي. او دي اي واحده منهم. ليه اللي فوق دي؟ او انتوا فكرتوا فيها ازاي؟ انا مش عايز حد يقفل المايك، يعني خلي المايك مفتوح كأننا احنا قاعدين في الكلاس بالظبط. الا خارك يا بيبي عبد الرحمن. عبد الرحمن طيب عملته دي ازاي؟ طيب او اللي فكر فيها، ما فيش الا ثلاثه بس اللي سلموني. طب الباقي حتى، طب لينا انت ابتديتي فيها لينا، قصدي معلش بصراحة سلمى لا، الجزئية اه ما بديش فيه. لا، طيب سلمى، الحتة دي برضو لا ما عملتهاش. مع ان انتوا كان معاكم وقت حتى الخميس، الخميس كان فاضي. هو مش فكرة الوقت، هو يعني انا معرفتش اعملها بصراحة. طيب انت بتتكلم على عليه كله وعلى الجزئيه دي. لا يعني في حتت كتير، يعني مثلا العمود اللي هو في الاول خالص حضرتك عملته ده، انا اوريدي كنت عارفه اللي هو اللي انا اعمله باللي هو البوكس، بس ما عرفتش اجيب الشيب ده نفسه، يعني الشيب كان طالع اللي هو بايظ. طب ده انت فهمتيها لما انا قلتها قدامك؟ طيب يعني هنعمل اف اف دي الاول، بعد كده بالظبط اديت اديت ماش ماشي ونمسك تمام البوينتس. اوكي. طب هبه انت عملتي اللي هو الشكل ده ازاي؟ عملت اول حاجه كيوب، كيوب ماشي. لا خلي بعدين بالك عملت خلي بالك، انا بتكلم على الدبوس ده اللي هو الـ الحته اللي فوق الدوم اللي هي النحاسي. لا انا ما عملتهاش نفس الشكل، لاني ما عرفت اعملها. هقول لك بص، احنا خدنا في بدايه ال2 دي ان انا ممكن ارسم سكشن، وعملت اديكوا امرين، الامر منهم امر اسمه اكسترود وتاني امر اسمه ايه؟ اللي فاكر. اللي هو كان بيخلينا نعمل الكورنيشة ده. لا اللي هو كان بيخليني اعمل البرمه، اللي هو بيخليه عسكري اعمل عسكري الشطرنج او الحاجه اللي بتلف الاوبجكت حوالين نفسه. بتلف الأوبجكت حوالين نفسه. ايوه ثانية أبص في الكراسة بتاعتي. واضح ان انتوا طنشتوني جامد جدا جدا جدا. اللي هو غالبا سفير أو حاجة زي كده. لا يا رب، لا السفيريفاي ده احنا خدناه في الاول خالص، ده اول امرين. احنا خدنا اكسترود وايه تاني بيبدأ بحرف ال ال ليس ليس اهو. أيوة. ماله ده؟ ده بيلفل الاوبجكت حوالين نفسه، حتى ساعتها طلع سلم دائري. ساعتها اديت لكم حتى الجزمه لما جيت وسعت الشكل قلت لك ده استاد، ادي الشكل اهو. ايوه ماشي، بس هو مش شارب كده. طب هتيجي يا هبه كده وراح جاي واخد هنا ادي الفيرتكس، وهتروح انت ماسكه مجموعه الفيرتكس اللي هي دي كده اهي، واجي اقول له لو سمحت روح اعمل ليها فلت اهي، ادي الفلت شايفها أوه. لفت. اه لفت. ممكن اغير فيها اي مكان الوقت ان هي كده كده 2 دي. طب هل ينفع ان انا اقلل لها سيجمنت ويطلع شكل عندك ما هواش سموث؟ اه طبعا، ما هو اللي بيفرض عليك هو الشكل نفسه عامل ازاي. بصي ممكن اخليها ناعمه سموث كده، ممكن اغير في الشكل اللي موجود من تحت ده خالص. عبد الرحمن انت ظهرت ولا لسه؟ عبد الرحمن
بص يا هبه، ممكن اخد قول يا دلوقتي؟ دكتور. انت كنت فين يا عبد الرحمن؟ كنت بعمل حاجة بس. براحتك طبعا، ما انت بتزوق براحتك. يبقى انت كده اللي اكلت الجبنه، انت اللي معاك الساندوتش اشربها. ما تقفلش المايك، وعيتك سودة يا عبد الرحمن. ايوه يا دكتور. يبقى انت اللي اكلت الجبنه، كنت بتعمل ايه كل ده؟ جلسة الجامعة كنت بعمل حاجة. ماشي. فين الشغل يا عبد الرحمن؟ اعتبر ان ده الرد ولا؟ خدت بالك هبه؟ حتى الفيرتكس اللي موجوده دي انا ممكن اطولها ما بدال زي ما انت عايز. شايفها؟ وصلت سلمى؟ أنا بس كنت عايزة أسأل في اللي هي في الأول خالص، حضرتك رسمتها اول بإيدك وثاني أكنها سكشن؟ وعاشر اللي هو قصدك التو دي بتاع ده؟ يا فندم. رسمتها سكشن يعني تو دي. رسمتها باللاين عادي جدا صح؟ عادي جدا. تمام. طيب دي حاجة. طب في ايه تاني عندنا هنا؟ الشباك اللي فوق. اللي هو ده البوز ده صح؟ ايوه هقول لك انا هبتديها. انا كنت مأجلها لحد ما اشرح اللي هو الامر لوفت. رهف احنا ما خدناش لوفت المرة اللي فاتت يا رهف صح؟ ايه امر ايه؟ لوفت اللي هو العمود. لا برضه لا ايه؟ لا، ما خدناش لفت. لا ما خدناهوش. طب الامر احنا مشينا واحنا واخدين انهي امر شرحا بس فقط ايه؟ لا اكيد شرح سريع هنساني، يعني انا بنسى بطيء اصلا. لا احنا مش شرح، يعني احنا شرحنا لوفت سريعا قصدك؟ لا ما لا، شرحناش. هو مش انا فاكره مش لوفت فاكرة اللي خدنا احنا خدناها يا دكتور، الايه؟ انا مش فاكرة مش اللي فاكره احنا انا دكتور. خدناه لوفت. مش بالظبط، مهم. انا لا مش انا فاكرة عايز ان احنا. اوصل طب اللي قولنا قبلها. بيعمل ايه؟ طيب ممكن نفتكر. انا مش مشكله ممكن اشرح 1000 مره، انا بس عايز اوصل للي احنا شرحناه عشان ما اعدهوش واخش على اللي بعده. انا عايز، انا كده كده مش معايا المحاضرات مسجله. مش انتوا معاكم متسجل؟ ما نهار هو ابيض. آخر مرة يعني ما خدناش تسجيل لأن هو كان قطع، مرة الكمبيوتر باظ ومرة الكهرباء قطعت، فإحنا مش معانا التسجيلات بتاعت آخر مرة. طيب انا مش مهم، بس انا عايز اعرف اخر نقطه احنا وقفنا فيها فين عشان ابتدي ان انا من بعدها، يعني لان هو ده اللي فيه حل اللي هو الشباك. عامه انا هوريكم الحاجه اللي انا متخيل ان احنا ممكن نكون ما خدناها او ما خدناهاش، مش مشكله. بصي يعني العمود ده اللي هو ده. لا ما خدناهوش. لا تمام، حلو حلو قوي. يبقى احنا كده اخر مره احنا ما خدناش الخميس. تمام، يبقى احنا كده اخر مره خدنا اللي هي الاس بي لاينز، وعملنا اتاش وديتاتش وتريم واكستند وويلد، وعملنا المدخل، وبعد كده خدنا اللي هي الشوطين الانتيريور اللي هو الاخضر، وبعد كده اللي فيه الكيرف اللي هو بتاع المره اللي فاتت صح؟ صح كده؟ يا دكتور. طب تمام، حلو قوي. بصوا بقى، هي هبه بتسالني حاجه انا هعمله، وبعد كده هشرح اللي هو امر لوفت. امر لوفت ده اختراع، يعني انت لو عندك اي ازمه في كريت اي حاجه امر لوفت ده هيحلها. ايوه طب انا مش فاهم يعني هيحلها ازاي؟ اقول لك. يعني ده هيبقى عباره عن ايه؟ لو انت جيتي بمخيلتي كده مثلا يا هبه هتحلي ازاي؟ تقريبا لاين ثم اكسترود ثم اشده من هنا بإيديت ميش صح؟ تمام. طيب مش احنا خدنا اولاد امر سويت؟ يا دكتور. تمام، بيعمل ايه يا حاجه سلمى؟ بيركب سويت كونكشن. بيخلينا كملي يعني كملي. بيخلينا اكننا مثلا نعمل الكورنيشة، يعني مثلا بنعمل يعني سكشن سكشن على باص. معين ونحطه تمام على باث جدع، فيتكرر. برافو عليك. امر لوفت اخوه. يعني ايه اخوه يا هبه؟ يعني هو بيركب بردك سكشن على باص، بس ما هو مش سكشن واحد. طب انا الكلام ده انا هعمله ازاي؟ انا مش هشرحه دلوقتي، ده انا بقول لهبه بس مؤقتا لحد ما هبتدي شرحه كمان شويه. انت عندك هنا ده باص اهو، اللي هو عباره عن ارك مثلا او اي شيء اهو، شايفه؟ ده اللي هو الباص بتاع العمود بتاع الشباك. ثم هروح انا جايب من هنا سيكشن عباره عن ريكتانجل، وانت عندك النتشه او الشده بتاعت الشباك دي ضيقه من تحت وواسعه من فوق. لا مش فاهمه،
يعني انت جيتي من هنا كده يا هبه، هو من هنا صغنن وطالع بكيرف على فوق صح؟ ايوه انا بكلم على الثيكنس ده. طب انا هعمله ازاي؟ اقول هعمله بالامر اللي انا لسه هشرحه. انا هاجي هنا كده وعندي اتنين مساكاشن، واحد كبير وواحد صغير اهو، شايفه؟ اهم حاجه ان انا البيفوت عندي اولاد تحت، تبقى في اي ايدج من الاتنين، سواء دي او دي. طب انت المفروض تعمل ايه؟ انت قلت لنا من شويه يا سلمى ان انت عندك امر اسمه سويب واخوه اسمه لوفت، فانا هاجي هنا كده من كومباوند، مش مهم تحفظه ولا حتى تكتبه الخطوات، انا كده كده لسه هشرحه. فانا هاجي هنا اخد لوفت، ماله ده؟ ده بيروح يركب لي اي عدد من السكاشن على الباس، فانا ماسك الباس وبقول له عند زيرو جيت شيب وخد الشكل الصغنن ده. هو عمل ايه؟ ركبوا في عملوا الحرف. عليه كله. اه بس هو مش كده عندك يا سلمى يعتبر زي امر سويب؟ لا، هنا بقى سامح لي اقول له عند المكان الفلاني سواء بالسنتي او حتى بالنسبه، هقول له جيت شيب وخد لي الشيب الكبير، يروح عامل ايه؟ مركبه بيدخل ويركبه. الشيب الثاني فين؟ تمام. لا والله ده انا عايز شيب في النص، حاجه اقول له يا هبه لو سمح حدش يكتب حاجه، انا كده كده هعيده انا لسه ما شرحتوش. جيت شيب واخد الشيب الصغير تاني، وعندك امكانيه ان انت تروحي تغيري مكان الشيب الصغير ده زي ما انت عايز اهو. هتشايف؟ طيب ثم هتروح انت جايه يا هبه كده وقايله له انا عايز اميرور لو سمحت كوبي، يبقى انا معايا نسختين واروح مركب ده على ده. وصلت؟ وصلت مش تمام. وصلت شرح، انا كده كده لسه هشرح. فهي في عندي بعض حلول، يعني بعض الحلول خدت بالك، اهم حاجه انها تبقى طالعه مظبوطه وبدقه وفي اقل وقت. انا في حاجه بس عايز اسال عليها قبل ما اشرح بقى او قبل ما اكمل شرح. الزخارف دي احنا اتكلمنا فيها وجبنا زخارف من النت وكده وفتحت لكم الاليستريتور لا اه ولا لا؟ لا 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 هو المره اللي فاتت النور كله مقطوع؟ لا، يعني قطع نص ساعة مثلا. طيب الشكل الزخارف دي لو انتوا حبيتوا تعملوها هتعملوها ازاي؟ هو اللي في دماغي جه اللي احنا نرسمها كاد باللاينز كاد وكده، صح؟ وبعد كده نحولها للي هي enable render مثلا. اه بس هتترسم في كاد دي في قد ايه يا سلمى؟ لا في كتير اكيد. اه حتى لو مكرره يعني هتظبط ازاي؟ فانا عندي حل بديل. ايه هو الحل البديل؟ هو مش حل، هو حلين. حل هنأجله لحد موضوع الماتيريال، في عندي وظيفه جوه الماتيريال اسمها اوبستي هي بتروح تعمل لي الشكل ده. وفي حل تاني انا ممكن اجيب اي صوره واحولها عندي فيكتور لاين. ازاي؟ ما اعرفش حد منكم ولاد سمع عن برنامج اسمه الاستريتور اه ولا لا؟ يا دكتور، ادوبي اوقات الاستريتور. كنت برسم حاجة فري هاند واحولها لفيكتور جدع عليه. برافو عليك. انا بقى ممكن اخد الفيكتور ده يا هبه وادخله عندي على الماكس احوله كتله. ايه ده ازاي ده؟ هقول تعالي نجيب مثلا من هنا اي زخارف يا رب الاقي صوره، هي كده كده بجيب صوره من الانترنت او من اي مكان اهو. هاخد دي مثلا كوبي واجيبها عندي هنا على الديسك بيست. طيب ثم انا مش محتاج ان انا اروح اتعلم من الاستريت خالص، ده انا كل اللي انا محتاجه ان انا هاجي اخد الصوره دي واحطها كده دراجت فين؟ في فايل جديد عندي جوه الاستريت. بس خد بالك هو تقيل تقل الماكس، خلي بالك. طيب الصوره دي كده دخلت ده تمام. انت بمجرد ما هي دخلت هتعملي ايه؟ هتلاقي في عندك يا رهف، ما اعرفش انت فاكراها اه ولا لا، يا لينا انت معايا يا لينا؟ مع حضرتك. طيب بمجرد ما انت ماسكه الصوره جوه البرنامج ده، ولو حد منكم اولاد ما عندوش البرنامج ده لما يكون في الشركه قولي لي وانا اديهولكم، هو موجود على الجهاز على جهاز اسمه ادوبي الاستريت، مش محتاج تتعلمه، بس ده بيسهل لك يا لينا تاخدي اي زخارف ايا ما كانت تحوليها فيكتور لاين وتدخليها عندك على الماكس. طب ازاي؟ انت ماسكه الصوره اهي، هتضغطي من فوق على امر اسمه ايه؟ image trace دوست عليها مره واحده مكانها طلع ايه بالظبط؟ ايه انتوا عشان مش عارفين تقروا فرنساوي ولا ايه؟ expand دوست عليها مره واحده، يبقى انا كده دوست على ايمج تريس، فهي حولت الصوره وعملت تريسنج حوالين الالوان الصوره الابيض واسود، ثم اكسباند يعني فكها لي. طب انت عايز الصوره كلها ولا جزء؟ براحتك. انا ممكن اجي اقول له لو سمحت تعمل لي هنا انجرو، واجي اروح جاي واخد جزء من الكتله اهي هتشايفها،
وامسك كل دي كده وانا مش عايزها. يبقى انا كده جبت الصوره وحولتها فيكتور لاين، وهاجي اقول له يا هبه كده لو سمحت، انا بتكلم على الشكل كله بالكامل، على المشربيه والنقاشات كلها، بس انا واخد اكزامبل صغير يا هبه. فهاجي اقول له ايوه هنا كده ادي هنا فايل اكسبورت از، واجي اطلعه له لو سمحت باي نيم اكستنشن، دي دبليو جي اللي هو بتاع الكاد، باني سكيل هيظهر دلوقتي اهي، بالملي ولا بالسنتي؟ ايوه. طب مش فاهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ الفايل الكاد طلع، احنا كنا مندخل اي فايل كاد يا اولاد زي جوجل ماكس فايل امبورت او دراج اهي. يعني انت قصدك ان الصوره اللي كانت صوره من شويه هتيجي هنا؟ اه اهي، الحق دي جت. طب ماشي، طب وانا ينفع احولها مجسمه؟ اه، كليك يمين كونفرت تو، احولها هنا بولي، وهاجي اراها كده، اروح جاي ماسك البوليجون اللي هو ده، واجي اقول له لو سمحت اعمل ليها اكسترود. فين اكسترود؟ فوق. اي اوكي. شايفه؟ طب هي كده بالحب؟ لا، ممكن ادوس على السيتنجز بتاعتها واقول له لو سمحت الثيكنس بتاعك انا عايزه يكون قد كذا، يعني حاجه اكتبه هنا كده مثلا اثنين مثلا، او اكتب له مثلا هنا رقم واحد او بوينت كذا، المهم انها تكون ايه على قد ما انت عايز. يبقى انا كده قدرت ان انا اجيب اي زخارف اي مكانة يا اولاد واحولها ايه؟ 3D. D1D. حلو، بس انا في عندي بس زيتونه صغيره. هبه انت عندك وقت وقت التسليم؟ لا ما عنديش وقت. يبقى انت هتجيب الزخارف تعمليها زي ما انا بقول لك. لا والله هبه قالت لي انا عندي وقت. طيب حلو، لو انت عندك وقت اوعي تعملي الامر ده. طب اشمعنى يعني؟ لان هو بي عنده فيه كميه فيرتشيز، بص قد ايه؟ انتوا حد ولا شايف؟ ما حضرتك. فانت لو انت عندك الاختيار ان انت ترسميه، الموضوع هيختلف معاك كتير. يعني انا لو جيت كده وقلت له مثلا هنا رقم سبعه، حته البتاع الصغننه دي فيها كام فيرتكس يا اولاد؟ 1600 ولا 1600، حاجة. 1620. طب هل ينفع ان انا ارسمها؟ اه طبعا، يعني انا ممكن اجي هنا كده ادي اللاين، ممكن اعمل الصوره بتاعتي دي لوك، يعني ممكن كليك يمين واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي فريز اهي. هتشايفها؟ مقبره كده اللي هي لونها جراي دي، وممكن ما احتاجش فريز، ممكن لو انا مش شايف اقول له هنا ام فريز. ماشي، انت عايز ايه بقى؟ انا هاجي هنا باللاين واجي هنا كده بالسناب 2.5 ان انا هشف عليها، وممكن اجيب الصوره برضك اشف عليها واجيب دي كده، واروح جاي واخد نقطه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه كلوز اس بي لاين. اه لو سمحت. ثم هروح انا جاي هنا كده ماسك الشيب، ما هو ده لاين، وهاجي اوعى حد يطلب لللاين السبلاين، هاجي هنا فيرتكس، وحضرتك هتيجي هنا كده مش عايز السناب، واروح جاي هنا كليك يمين عليها واحول نوع الفيرتكس ايه؟ مش احنا خدنا اربع انواع من انواع النقط؟ حد فاكر؟ اه، واروح واخد الدراع ده يهبه كده، راح جايبه هنا. الحق ده هو مضلع، اعمل ايه؟ نزود الستبس أو نعملها أدابت. تمام، واروح جاي واخد الكيرف ده كده اهو، وهاجي هنا النقطه دي برضك هروح جاي اعملها كده اهي تحت دي كده، ماشي اهي. طب ثم دي نفس الوضع، كليك يمين ليزر كورنر، واروح واخد الدراع ده كده واقعد ارسم الدراع. في النهايه هيبقى معاكي كام نقطه يعني؟ بصي هوريهم لك بعينك. يبقى انت كده عندك امكانيه ان انت تروحي ترسمي الشيب بتاعك زي ما انت عايز اهو. شايفه؟ واجي هنا برضك نفس الوضع، كليك يمين ليزر كورنر، واروح واخد الكيرف ده اروح جايبه هنا كده، واخد الكيرف اللي جوه ده اروح جايبه كده، واجي هنا النقطه دي اللي فوق اروح جاي واخد الكيرف بتاع اللي هو ده اروح نازل بيه كده، وابتدي ان انا اشف ده بحيث انه يبقى زي اخول ده. انت قصدك ان ده هيبتدي اخف من ده؟ بص كده الفرق ما بين الاثنين اهو، ده اللي انت هتروح تعمل له اكسترود، ده انا مش عايزه خلاص، ده اللي هو كان 1600 هشيله، همسك ده واجي هنا كده من موديفاي واجي اقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا ادي اكسترود. كام بقى؟ 240 واربعين. من 1400 ولا 1600 وشويه. يبقى المقصود يا هبه ان انت بتقيمي ظروف شغلك. والله انا حابه ان انا ارسم خلاص، آه معايا وقت يبقى انا ارسمه افضل بالنسبه لي ليا وللتكرار. لا ما عنديش وقت خلاص انا ممكن اعمله كده. حد معايا؟ اوكي. معك. في حل تاني بقى مهم جدا في الماتيريال وهقول الوقت، بس عايز اشوف بقيه العيال جت ولا لا. ازيك يا ندى؟ ندى ايوه يا دكتور نادية. ناديه، معلش يا بنتي انا والله اسف مش شايف، العتب على النظر بقى، معلش. لا عادي عادي. طيب
دنيا مع حضرتك يا دكتور. انت كنت فين يا دنيا؟ والله كنت في مشوار لسه راجعة البيت من شوية. طب انا هسأل سؤال بس والله، ان انا متضايق على الاخر يعني. هو فين الشغل كده؟ انا مفيش الا ثلاثه بس اللي سلموني الناس دي. الشغل معايا هبعته لحضرتك. والله انا اسفة، انا كنت في المستشفى من الصبح. الف سلام عليكم، لان انا ما لقيتش الا ثلاثه. بيني وبينك اكتئبت بصراحه يعني. لا هبعته لحضرتك اول ما نخلص. وانا مستني. لا مش اول ما نخلص، لا تمام ما انا كده روحي المعنويه في الحديد، انا محتاج حاجه تمام ترفعني الروح معنويه شويه. هبعته لحضرتك طيب دلوقتي. وانت يا ناديه فين؟ بعت لك انا شوية جزء اي منه حاجه، اه لسه اي حاجه. بشتغل فيه طب ماشي، انا ان انا شاء الله. راضي، واللي انت عايزاه حلو لك الف مره، ما يهمكيش، بس وريني انت وصلت لاني جزء. ان شاء الله بعت لك انا على الواتس. طيب كويس، حلو قوي. وفي حد داخل ايفون بس مش كاتب اسمه، بس مش عارف مين. يمكن حفصة. لا حفصه، لا حفصه كان مكتوب حفصه ايفون بس مش مهم شيء. حفصه بعتت لي قالت لي انا عندي تسليم 3 لوح بكره. أيمن، أنا أيمن انت كنت فين يا ايمن؟ موجود. وفين الشغل؟ الشغل هبعده لحضرتك امتى؟ جزء منه يعني. انا عايز جزء منه الوقت، اشوف انت وصلت حد فين، ابعت الواتساب خلاص تمام إن شاء الله، الوقت، انا مستني. ها إن شاء الله تمام. مش عارف الباقي هيسلموني امتى يعني، انا محتاج ان انا على الاقل حاجه اشوفها على الفجر النهارده من الناس اللي هي ما حطتش ايديها في الشغل. طيب نيجي بقى الجزئيه، احنا خلي بالكم احنا لسه واقفين يا سلمى على مين، ان انا اشرح امر اللغه، بس انا دلوقتي باخد البدايل اللي هي بتاعت شغل المشربيات او شغل الزخارف اللي هي اللي موجوده دي، خدت بالك يا ناديه؟ يا اما اروح ارسمها عندي ايوه كاتو دي وادخلها عندي على الماكس، طب انا ما اعرفش عندي كاد هرسمها عندي على الماكس، طب انا مش صعبه كتير، ممكن احول صوره واحولها فيكتور لاين زي ما انا شرحت من شويه، ما اعرفش حضرتك شفتيها ولا لا، لا وابتدي ان انا ادخلها عندي على الماكس. وعندي حاجه اخيره بقى ممكن استخدمها كماتيريال. ايه ده؟ هو انت قصدك ان انا ممكن اعمل ده التفريغ ده كماتيريال؟ اه طبعا. طب معلش وريني بقى، ان انا مش مصدقك. حاضر. هروح انا جاي هنا كده يا سلمى، وراح داخل مثلا على الانترنت واجي اقول لو سمحت انا محتاج اي اشكال زخارف. زخارف مثلا اهي، اي حاجه نختارها سوا. اجي هنا كده مثلا اقول له لو سمحت انا عايز ايمج. طب دي واحده بس، هو انت هتلزقها لنا كصوره؟ لا مش هزقها كصوره، ده انا هديك ليها قيمه فراغ وهيخش منها الشمس والاضاءه زي ما انت عايز. تحب ناخد مين يا اولاد؟ ناخد دي ولا دي؟ ناخد دي. ناخد دي. حلو. اوكي. فانا هاجي هنا كليك يمين وهاجي، انا ملاحظ معلش حاجه زيتونه صغيره كده يا هبه، هو انت دايما بتجيب الصوره ابيض واسود؟ لان الافكتس اللي انت بتعملها تبقى اسهل كتير قوي من الابيض والاسود عن يا ناديه ان انت تجيب الصوره الوان. فهاجي اقول له هنا سيف هاز، واجي احفظ الصوره عندي على الديسك توب اهي، وحضرتك تيجي تقول له هنا ادي سيف. طب تمام. انت قصدك هتحولها لنا يعني بالالستريتور؟ لا انا عادي هفتح الماكس، ودي ما خدناهاش وهناخدها شرح. هفتح بس يا سلمى اي استوديو من الحاجات اللي بتاعت البي ري، ومهم جدا تكونوا يا اولاد منزلين البي ري بالكراك عشان خلاص الموضوع قرب يعني كبير، وممكن تبقى الحصه اللي بعد الجايه. هو انا منزلاه بس مش عامله له سيت اب. لا لازم تعملوا سيت اب وتفك الكراك كمان عشان لو في ماشي حاجه ما يبقاش في عطله عندك يعني. تمام. ماشي طيب بص، انا هجيب اي استوديو. ايه هو الاستوديو ده؟ ده عباره عن مكان وحاطط فيه لايت بس، يعني بدل ما كل مره اعطل العيال واحنا في المحاضره ولا حاجه، لا ده مكان فيه لايت ده زي الاستوديو اللي انت بتروحي تصوري فيه اهو. ده المكان اهو فيه شيب، سيبك من الدبدوب ده هنشتغل عليه برضك، مش بس مش دلوقتي. هو عباره عن مكان شيب، وتيجي هيبه حاطه اللي فيه لايت يمين وشمال. ايوه انت عايز تقول ايه يعني؟ انا مش فاهمه. انا عندي دي حيطه اللي هي دي، وعايز احط عليها الزخارف، هينفع؟ اه طبعا. ازاي؟ احنا عايزينها في ثواني معدوده. رهف انت هنا يا رهف؟ موجود. اوكي. هعملها ازاي يا رهف؟ يا دوبك طبعا الكلام ده هناخده تاني في الماتيريال، انا دلوقتي بوريهم مجموعه بدائل وانت بتختاري على حسب الموقف اللي انت فيه يا هبه. فهاجي اخد اوكي هنا اي سلوت، اي كوره، ومتاح ليا ان انا ادي الخامه بتاعتها خشب، جرانيت، قرد، ازاز، زي ما انت عايز. واجي من هنا اللون ده اللون اللي انت عايزاه. اه لو سمحت، في عندي خامه من ضمن الخامات جوه الاوبشنز اللي موجوده يا رهف عندك من تحت اللي هي اسمها اوبست. ايه الاوبست دي؟ اللي هي درجه الشفافيه، اللي هي موجوده فين؟ في عنوان اسمه مابس، ومش بقول لك العنوان عشان تجربها، ده انا بقول لك العنوان عشان تبقى عارف لما نيجي ناخد الماتيريال ان ده بديل من ضمن البدائل. حاجه هنا نو ماب، واروح منادي الصوره اللي انا جايبها من الانترنت من شويه. اهي فين الصوره؟ الصوره بتاعت الزخارف، مش فاكر دي ولا دي؟ متهيألي دي، مش هتفرق. ايوه طيب
انا بس مجرد ما انا ناديتها مش عارف حد شايف الكره الصغيره حصل لها ايه. اه والله. شايفين. طيب لما هتيجي تعملي اساين وشوف ايه ده، الحق دي طلعت ولا فرغت ولا رسمت. طب دي واحده هبه، هو انا ينفع اعمل شكل الشباك؟ اه طب سيبي شكل الشباك 2 دي عادي، اكسترود وتروح انت حاطه عليه الزخارف دي هتطلع. انا بتكلم على شكل الشباك يا اولاد، اللي هو ده اللي هو الكيرف ده، يعني بدل ما يبقى بوكس انا هرسم ده كده 2 دي، وده سهل زي الارش اللي احنا خدناه صح، واروح جاي مديله شكل الماتير اللي انت شفتيه. يعني انت قصدك ان هو احنا لو طبعا انا هقفل الاستريتو عشان ده دي. يعني انت قصدك ان هو هيعدي لي اضاءه وهيوريني الكلام ده؟ قطر يعني انا مثلا في اضاءه من ورا اهي، وتعالي نحط له مثلا شكل براد ولا حاجه، يعني عشان بس ايه يبقى الكلام مصدق يعني كده مثلا. لو انا جيت عملت ريندر هيظهر؟ اه بص كده. لان الكلام ده بيظهر في الريندر، مش عارف حد شايف اول ده، الموضوع واضح يعني. ولا مش واضح؟ هو بيظهر اهو. ما فيش. اوكي. خلي بالكم من هنا طالع هتلاقي وقت الريندر كده ان هو ياخد منك وقت، لان الريندر بيعمل سيميوليشن للي انت عاملاه، سواء كان في لايت سواء كان في ماتيريال سواء سواء واحد. دكتور بعدين بتاخذ قطع قطع، يعني بتحطه جنب بعض تسوي له كوبي ولا مين انا؟ عشان لا الشباك انا مش فاهم قوي نادية بصراحة. لا الديزاين يعني دلوقتي ده، ديزاين، ديزاين وبعدين الشباك. تعمل له كوبي. لا لا مش هعمل كوبي ولا حاجه، ده انت عندك الصوره اللي انت حطيتيها دي. يعني بص كده، يعني انت ديزاين الشباك ده انت هتعمليه ازاي؟ هتعمليه كتودي. يعني ايه هعمله كتودي؟ لو انت فاكره القرش، ما اعرفش انت عملتيه اه ولا لا، شيب 2D اللي هو كان عباره عن ريكتانجل اهو، خدت بالك؟ وجيت انا قلت لهم ادي هنا ادي سيركل، وهاجي يا دنيا كده هروح جاي واخد 2D، وحركه تيجي تاخد هنا فيرتكس ميد بوينت. دنيا انت اختصت فين يا دنيا؟ واجي اروح جاي هنا كده من موديفاي، هي واجيب هنا موجودة ايه؟ والله اهو. طيب واجيب هنا ايه سبلاين. مين اللي بيسجل؟ مين ده على ريكورد دلوقتي؟ أنا فتحته في الكمبيوتر دكتور. بس ده هيتقل عندك، خلي بالك انا كده كده بسجل وهبعت لك المحاضره كامله، بس عشان ما تقلش عندك براحتك، بس عشان ما تقلش عندك. بصي انا إن هاجي هنا شاء الله كده إن شاء الله. واجي هنا كده ادي سيجمنتس، واروح جاي ماسك دي كده ديليت، واجي اروح جاي ماسك هنا النقط. يوسف انت لسه هنا يوسف؟ وادي هنا ويل، واروح ماسك النقطه دي كليك يمين واحولها كورنر بوينت، ده الشباك. خدت بالك؟ طيب ثم خلاص روح اعمل له اكسترود. اه بس استنى ده نضلع، يبقى انا اروح جاي راجع للسيركل تاني يا اولاد اهي، وحركه تروح دي جاي انتربريشن، واقول له هنا ادب ادي شكلها. طب ثم يا ناديه حركه تيجي تقول له هنا اكسترود لو سمحت، يروح هو محول لك الشكل بتاعك الاكسترود اللي انت هتدي عليه الصوره اللي انا عملتها من شويه. ايوه. خدت بالك؟ يعني بدل ما هي مربعه هتروح انت حطها على ده وتفرغ لك. يبقى انت كده كسبتي من الوقت قد ايه؟ كثير. لحد كده في مشكلة؟ لا يا دكتور، بس لا. هي رخمة شوية، يعني اللي هي أنهي واحدة؟ اللي احنا نحط الزخارف بالشكل ده يعني. كماتيريال ولا كالستريتور ولا كرسمة؟ يعني عامة يعني طب أنا هسألك سؤال يا سلمى. ماشي. طيب أنا عميل، أنت فاتحة مكتب أو شغالة في مكتب صح؟ نعم. أنت شغالة في مكتب ولا لسه في كلية؟ لا، في شغالة في شركة. طيب انت عارف شركه، جيت قلت لك انا هديك يا سلمى ده بروجكت ليكي هتاخدي وقت قد ايه؟ قلت لي هتقول لي اسبوع، وهديك فيه 5000 دولار وتطلعهم لي، ايه رايك؟ اللي هو ايه المسجد ده يعني؟ اه رسمه مثلا متحف مسجد اي حاجه، قلت هديكي فيه 5000 دولار في الاسبوع اللي انت هتطلعوا لي فيه. انت يعني لمعت ليه كده؟ بفكر هعمل فيه ايه بالفلوس. ايوه الله، يبقى معنى كده ان الحاجه لما بيكون ليها تارجت مش هتبقى تقيله على قلبك، انت فاهماني؟ زي بالظبط عارفه انت تقل المشاريع اللي هم العيال بتعملها وهم بيسلموا في الكليه، بتبقى رخمه لان هو حاسس ان حاجه مفروضه عليه، لكن لما حاجه يكون ليها تارجت بالنسبه لك، يعني مثلا نادي عايزه تعمل ديزاين بتاعها عشان تعمل ديزاين شقه،
او الفيلا بتاعتها، فهي مبسوطه وهي بتتعلم وبتعرف كذا، حتى لو مش هترسمه يبقى هتناطح الراجل، هتناطح دي يا ناديه، يعني هتتناقشي مع الراجل عندنا في مصر، صح. خدت بالك؟ هتتناقشي دي ما ينفعش يا باشمهندسه ناديه تتعمل، لا ينفع اعملها 1 2 3 4 في الماكس بتنفع، انت بتكذب عليا. يبقى هي عندها الفيدباك بتاعها. لو حد يا ولاد سامعني، نعم. تيجي بقى للزخارف دي هعملها ازاي؟ لا ده انا مستني اسمع. يعني احنا ممكن نعملها بالطريقة بتاعت الماتيريال مثلا برضو. بس خدي بالك الماتيريال مش عارف هو اولا الباقي ليه ساكت، طريقه الماتيريال هتديكي هنا تفريغ، يعني انت ممكن تشوف اللي بره واللي جوه، لكن دي ما فيهاش فراغ، ما فيهاش شفافيه. يا نهار ابيض، وانا لسه هقعد ارسم ده على حته حته، ان شاء الله ما اترسمت ده، لو هيديني بدل ال 5000 دولار 10000، انت فاهماني؟ لكن انت ممكن توجدي لنفسك بديل. ايه هو البديل؟ بردك بالماتيريال، يعني انت ممكن ترسميها بالطرق اللي احنا اتفقنا عليها من شويه، اللي هي سواء الاستريتور او حتى على الكاد او حتى على الماكس. طب هي ليها بديل؟ اه ليها بديل. ايه هو البديل؟ في عندي من ضمن الخامات او من ضمن الوظائف اللي موجوده عندنا لما ناخد الماتيريال حاجه اسمها بامب. يعني انت بص تحت رجلك كده يا سلمى، هتلاقي في عندك الفرق ما بين السيراميكا والسيراميكا، في عرنوس في ايه في النص، العرنوس ده اللي هو الفرق ما بين كل بلاطه والتانيه او السيراميكا والتانيه، مش عارف شايفاه اه ولا لا، او انتوا عارفينها ولا ولا. فهمي. هو ده بنعمله ازاي؟ وانا لسه هعمله ده بالماتيريال. طب ازاي؟ يعني انت لما تيجي مثلا همسك هنا اي سلوت من دولت اللي هم الصغننين دولت، تعال ناخد دي وقول والله انا عايز اعمل فرم على الحيطه، او عايز اعمل بانو على الحيطه، او عايز اعمل زخارف خارجيه زي اللي انت شفتيها من شويه. انت يا دوبك كل اللي انت هتيجي تعمليه ان انا هاجي انقي الصوره اللي على مزاجك، واجي اقول له لو سمحت اديني هنا افكت جوه الماتيريال اسم بامب. بيعمل ايه بقى صاحبنا بامب ده؟ بامب ده بيروح يجي يا دنيا يختار الصوره اهي بس فقط. بصي انا هكبر دي، بس دي بتاخد وقت، يعني بتاخد وقت في الاظهار قبل ما تظهر يعني. دكتور معلش ممكن تاني من الأول، اللي هي ماتيريال اديتور ده جبناها طلعناها دوسنا على ايه؟ بصي احنا مش انا هوريها لك، بس احنا ما خدناهاش شرح، يعني دي لسه في الشرح، هناخدها في شرح الماتيريال. بس انا بفهمك ان انت عندك بدايل بلاس الاستريتور والكاد. تمام ماشي خلاص. بص حصل، لا مش خلاص انا هقولها لك، بس بصي حصل ايه؟ عملها في كام ثانية؟ يعني 3 ثواني مثلا. ما فيش حاجة. طب معلش هو انا اقدر اتحكم في قيمة البرز او الغير؟ اه براحتك. هل ينفع ان انا اجي مثلا يا لينا اقول له طب خليها لي غارز مثلا مش بارز؟ اه ممكن القيمه اللي انا عاملها هنا اهو كده في البامب بدل ما هي هيبقى بالبلس حاجه اقول له ماينس 30. اي خلاص شكرا. بص كده اصبر عليها شويه هتنطق، يعني هي تاخد شويه وقت. اه فرقت؟ اه دكتور بقت بارزة، بقت بارزة اكتر. اه يبقى انا يا ولاد انا ايه اللي يخليني اروح ارسم طالما هي بتديني نفس النتيجه ونفس الشادو ونفس الايفكت وبتديني حاجه مرضيه بالنسبه لي، ليه ما استخدمهاش؟ فاهماني؟ ايوه. طب دقيقه واحده بس نسالك على سؤال، هو الوقت اللي انت كنت بتعمله من شويه وكاد والاستريتو، طب انت بتوجع دماغنا ليه؟ ما انت خلي بالك في زخارف من دي بتتعمل عشان تروح على الراوتر او على السي ان سي تروح تتحفر. انتوا معايا ولا؟ ايوه ايوه حضرتك. معاك. طيب انا مش هروح اعمل بقى ماتيريال، طب المكنه هتقراها ازاي؟ فدي لازم ترسمها. يعني مثلا انت عندك رهف، رهف مثلا هي ديكور حلو، وبترسم زخارف ومشربيات، هل هتروح ترسمها ماتيريال؟ لا طبعا، هي لازم ترسمها كات او لازم ترسمها ماكس عشان لما تيجي توديها المكنه سي ان سي تبتدي انها تحفرها غصبا عنها، ده مضطره. لكن اذا كان اجمالا تشكيلا في واجهه فخلاص هو ده البديل. وصلت؟ فعشان كده دايما بقول لكم ايه، دايما اهم حاجه دنيا ان انت يبقى عندك مجموعه بدائل للمواقف المختلفه عشان ما تتخنقيش يا سلمى، خدت بالك؟ تمام. طيب جبتها منين بقى تاني؟ اهي ودي برضك ده مش شرح، خلي بالك وانا كده كده بسكت. هروح انا جاي هنا الماتيريال هدوس وافضل دايس واخد اول واحد عشان انت لو مزنوقه في الشركه وعايز تعمليه. هتطلع مجموعه الكور دي اهي، هاخد اي كوره منهم اللي هي اسمها سلوت، وهتروح انت جاي من تحت خالص هتلاقي في عندك حفصه، انا عارف انت مش موجوده، واجي هنا مابس، وهتلاقي في عندك هنا من ضمن الحاجات اللي موجوده وظيفه لا أنا اسمها ايه؟ موجودة يا دكتور. انت كنت فين يا بنتي من الصبح؟
انا قاعده سامعه بس مش عارفه ارد على حضرتك عشان في مهم، المواصلات. مش لا مش مشكله، بس المهم ان انت تكوني سامعاني، واللي عشان اللي يعديك اشرحه له تاني، ما فيش انا مهم، ولا سامعه يكون على بالك، وسامعه ومركزه مع حضرتك. ولا يكون على بالك، اشرح لك 1000 مره. بص، حاجه هنا عند بامب، واجي يا سلمى اروح جاي هنا شكرا يا للكونتاكت، دكتور. عفوا، واجي هنا من عند ماب، واروح مختار الصوره اللي على مزاجك، اللي انت جايباها منين؟ اللي احنا لسه جايبينهم هنا عندك يا حفصه من دول. تعالي ناخد واحد على ذوق حفصه مثلا، تعالي ناخد مثلا، بس اهم حاجه انها تكون ابيض واسود. تعالي ناخد بتاع التقيله دي، يا نهار اسود، اكيد اكيد لو خدتي فلوس الدنيا مش هترسميها، صح؟ صعبه وشكلها رخم كمان، تقيله يعني، فاهمه؟ اهي ودي مثلا، يا نهار ابيض، ترسمها ازاي دي؟ حتى لو هي هتعملي نسخه وتعمليها بقريه، هيبقى بالنسبه لك اسهل يا سلمى ان انا اجي هي اخد يا هبه كده صوره اهي، واقول له احفظها لي على الديسك توب اهي، خلاص، واجي هنا واقول لو سمحت انا عايز الصوره اللي انا لسه حافظها مش ولا ايه، انا ما عنديش حاجه غير ان هو حطها لي فين؟ على الكوره، هكبر الكوره. يبقى انت عايز تعملي بنوهات، عايز تعملي زخارف، عايز تعملي نقشات، اي حاجه. طب دي واحده بس، هي دي ممكن استخدمها في القماش والحاجه قطر، بس لما ناخد بقى موضوع النتيجه. وصلت؟ تمام. طيب، طب انا يهمني دلوقتي مش الشرح دي، انا يهمني ان انت يكون عندك تحليلا مجموعه البدائل اللي تسهل لك شغل، هنا بره على الانترنت في الكليه في اي قرد، انت المفروض انت ما تكونش حافظ ماكس، انت تكون فاهم امتى استخدم انهي وظيفه تساعدني بوقت اقل ومن غير كروات عشان ما حدش يديني كلمتين. وصلت؟ بصوا بقى، تعالى نخلي بداية الحديث بالعمود ده كده فهما وتحليلا، تمام؟ قبل ما نبتدي ان انا اشرح، لو انا عندي الشكل اللي هو بتاع العمود ده، انا هبعته لكم ادي كصوره اهي، يعني ده برنت سكرين اهو، وهبعته لكم على الواتساب. تمام، دي حاجات من دي، ده عبد الرحمن والله جدع، بس لسه هراجعها. ادي هنا بيست، عبد الرحمن تاني، عبد الرحمن موجودة. انت فاتح الجهاز ولا قاعد تسمع بس؟ ايه؟ فاتح الجهاز ولا بتسمع بس؟ فاتح الجهاز. طيب، عشان الكلام ده احنا هنعمله عملي سوا، وهتبعت لي البرنت سكرين باللي انت عملته على الواتساب. بص، انا معايا شكل العمود ده دوت، وهبعت صوره ليه كلها تاني، ادي برنت سكرين، واروح فاتح هنا كده على الواتساب. ماشي، تفتكروا بقى كده، وهبعت لكم بردك الفايل تاني، الفايل نفسه يعني، الفايل اللي انا شغال عليه اهو، سيف از، وتعالي نسميه باسم بيب 1، سيف. طيب، تفتكروا كده حتى من رؤيه الصوره كده، دي ممكن يتعمل ازاي؟ انا بتكلم منطقيا قبل الامر الجديد اللي احنا ايه قلناه من شويه، تحليلا بس. انا محتاج اسمع. احنا ممكن نرسمه بلاين. ماشي، ما انا عايزك تقولي وتغلطي عشان اقول لك لا ما تنفعش عشان كذا، مهم قوي كمان. ممكن نعمله باللي هو edit mesh ده، تمام، ونمسك البوينتس بس باللي هي استني، خلي بالك ان انت عندك اديت ماش، النتيجه بتاعتي كلها بتطلع كورنر بوينت، وانت هنا عندك كيرفات اهي، ما صح؟ انا ممكن اعملها بقى فيلت براحتي او كده. تمام، بس خدي بالك انت بتقولي اديت ماشي يا هبه، فاديت ماشي انا عارف انت سلمى بس بنادي على هبه، فانا بقول لك ماشي. اديت ماش دي بتستخدم مع الاشكال 3 دي، يعني انت قصدك هتحولي الشكل 3 دي الاول ثم هتروحي اديت ماش، صح؟ طب هتجيبي فيلت منين؟ ولا انت قصدك هتعملي 2 دي ثم تعملي فيلت ثم تستخدمي اديت ماش؟ انا محتاج تفكير يا جماعه، حتى اللي قاعد كده مستريح على الكرسي يبقى قاعد بيفكر معايا. يا عبد الرحمن، انا حاسسك ما انت يا عبد الرحمن، صح؟ لا لا معاك. عايز بس سكه الحل، تديني التخيل، يعني انت ايه البدائل؟ هل هينفع اروح اعمله بامر ليست مثلا؟ ليست اللي احنا لسه واخدينه من شويه،
دكتور ايوه فضل. ممكن نعملها بالبوكس وبعدين نروح نختار ايديت بولي. تمام. طب هسألك سؤال يا ندى، هل نعم ينفع ان انت البوكس تحوليه كيرفات زي دي كده؟ ولا الموضوع صعب؟ لا ما ينفعش. تمام، يبقى احنا كده استقصينا موضوع البوكس من الموضوع. انا عايزك الشخص اللي هيجي يعمل لك الفيلا بتاعتك انت او انت الرسمه بتاعتك تبقى انت تقدري تناقشي معاه بالصح، لا اعمل كذا سوي كذا. اتفقنا؟ ايوه طيب يبقى كده استثنينا موضوع البوكس. مين عنده اولاد تاني حل؟ ما نعملها باللاين وبعدين نعمل اللي هي الليت اللي اخدناها قبل شوية دي. تمام كلامك صح، بس انت عندك امر ليس يا لينا هيديكي الشكل كله اسطواني، لان انا عندك اللي هو عارفه انت عسكري الشطرنج لينا بيبقى كله من تحت لفوق دايره صح، بس انت من الواضح ان الشكل ده من تحت متمم وعندك في النص مدور والتاج مربع. ردينا نعملها من ستار اكتر من شكل نحطه على بعض. بس هو من ستار ونخليه انه معلش لا مش عارفة بصراحة. احنا قاعدين بنتناقش سوا. انت ديكور صح؟ نعم لينا انت ديكور صح؟ ايه ديكور ايه مش فاهمة. انتيريو يعني انتشار انتيريو. لا 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 انا لا بص، فانت عندك الشكل ده كده لما هتيجي تشتغليه يبقى كده استثنينا كمان يا اولاد امر ليس. دكتور ممكن طب هي كون؟ حاجة خدناها قبل كده؟ لا ما هو انا هيا قلت ده دكتور؟ ممكن اي الشكل فرق، 2 دي عنده ونعمل امر لوكس. كون؟ هو كده في اتنين انا محتاج اسمعهم، عبد الرحمن دخل في الخط واعتقد ناديه متهيألي. أيوة قول. كون؟ طب حلو، بس هو خلي بالك برضك الكون من تحت ما هوش متمم. أيوة لكن صح طب قول كده عبد حبيبي. سلندر. عبد الرحمن ما انت قلت حاجه من شويه بس ما سمعتكش. بقول هنرسم بالشكل 2 دي عادي ونعمل انبلوك انت هترسم بشكل 2 دي عادي وبعد كده تعمل ايه؟ لوفت. لوفت. ما هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه بدايه المحاضره، اللي احنا قلنا ان احنا ما خدناهوش، اللي هو امر ايه بقى؟ امر لوفت. مش انا جيت اتكلمت مع سلمى من شويه وقلت لها يا سلمى انت عندك امر، او هبه قلت لها ان انت عندك امر سويب اخوه مش شقيقه اللي هو امر اسمه لوفت. امر السويب بيعمل ايه يا سلمى؟ بيركب سيكشن على باص، صح يا سلمى؟ يا دكتور تمام. امر لوفت بقى بيعمل ايه؟ بيروح يركب اي عدد من السكاشن على باص. ايه ده؟ طب ازاي؟ انا عايزكم تتفرجوا عليها اولاد كانها حدوته ثم نعيدها 3 4 5 مرات ماشي. العمود اللي انت هترسمه ده انت معايا دنيا صح؟ العمود اللي انت ما هترسميه، حضرتك. العمود اللي احنا هنرسمه ده هو عباره عن ديزاين انت اللي عاملاه، فبالتالي اكيد انت اللي عارفه مقاساته، يا اما جاي لك ديزاين في ورقه بمقاساته انت اللي هترسميها على المكتب، يعني كده كده لازم يبقى انت عندك معرفه بالمقاسات. طب ايه هي المقاسات بتاعتي؟ انا هاجي هنا في اللاين وده مش تمليه، يعني انت بتتفرجي كانك بتتفرجي على توم جيري بالظبط، وهنعيد تاني سوا. انا هاجي هنا في ماشي. ال2 دي وهاجي هنا في اللاين، خلي بالك انا واقف هنا في الفرونت، وهاجي اقول له ادي اللاين واقول له لو سمحت انت عندك في الكيبورد انتري اهي انا عندي 00 اد بوينت، وهاجي عند الواي 300 اللي هي 300 سم يعني او 3 متر واقول له هنا اد بوينت، يبقى انا كده رسمت الباس. وخلي بالك يا سلمى الباس مش شرط يكون لاين، ممكن يكون ارك، ممكن يكون اي شيء زي ما انت عايز خلاص. طيب او مجموعه شيبس اللي هم كلهم متركبين على بعضهم مفيش مشكله. طب ايه السكاش اللي موجود عندي في العمود؟ طب وريني كده الراجل بعتها لنا ايه. ده انا عندي في سيكشن من تحت اللي هو عباره عن متمم ماشي. طب البدن من هنا ده مربع، طب التاج من فوق قصدي البدن من هنا مدور والتاج من فوق مربع، يبقى انا كده عندي كام سيكشن؟ ثلاثة حلو. ثلاثة هروح انا جاي عامل ايه بقى؟ هقفل ده خلاص اهو، واروح جاي هنا واقول له والله بايديا كده اروح جاي راسم متمم، اقفل السناب ان انا مش عايزها. عدد اضلاعك 8، الريديوس بتاعك 30 سم، يبقى انا رسمت بايديا ثم بعد كده رحت غيرت فين؟ في المقاسات.
تمام. بعد ما انت جيت عملت ده 30 سم، انت عندك الجزء الثاني اللي هو ايه؟ دايره. اجي هنا يا عبد الرحمن واقول له انا عندي دايره الريديوس بتاعتها يوسف، ما اعرفش انت هنا ولا لسه ولا مشيت يوسف. وبعد كده هاجي اقول له التاج عندي من فوق ريكتانجل اهو كام؟ هو ده كان كام؟ 25 سم. اتاكد معلش. تمام. والتاج عندي من فوق هو عباره عن ريكتانجل او سكوير 60 سم في 60 سم. فانت عندك حاجتين يا دودي، يا اما هتكون انت اللي رسمه ده فاكيد هتبقى انت عارفه مقاساتهم، او هيكون جاي لك الديزاين على الورق فهيكون المقاسات عندك في الورق. يبقى كده اول حاجه بعمل عمليه افراد لمجموعه السكاش اللي عندي. دي كده فيها مشكله يا اولاد؟ لا تمام. لا تمام. ايه بقى المطلوب؟ المطلوب ان انا اركب كل سيكشن من دولت على الباص بس بمقاس. ازاي يا هبه؟ هروح انا ماسك اول حاجه اللي هي الباص دي نمره واحد، ثم حاجه من كومباوند اللي هي دي، ثم حاجه اختار مين؟ لوفت يبقى انت ولوفت كده الاول باخد الباص واجي اخد امر لو. تمام. في سؤال بس سلمى معلش، هو الباص كان مقاسه كام يا سلمى؟ الباص كان ايه؟ كان مقاسه كام؟ لا مش عارفة بصراحة، مش فاكرة. طب حد فاكر؟ 300 حلو. طب لو انا جيت قلت لك ان 300 دولت انا عايز اعرف 26 بوينت 3 اربعات و30 نسبة كام من 300؟ طب 26 ونص من 300 كام؟ من غير كالكليتر وانت بتمتحن ماس ولا ايه؟ هقول لك كده احسن ان انت تشتغلي 12 بوينت برسنتج. ثلاثة تشتغلي برسنتج ولا اسهل تشتغلي ديستنس بالمقاس؟ distance. فانت مجرد ما تخش على اللوفت عندك يا راف حاجه اقول له ديستنس لو سمحت، عشان اقول له عند السنتي كذا اعمل كذا، مش كده اسهل؟ طيب فهاجي يا سلمى اقول له جيت شيب عند الزيرو سنتي الباص زيرو جيت شيب وخدي اول شيب. هو عمل قدامك ايه يا سلمى؟ مالو كله ده هو سمع كلامي في نقطه البدايه يا ناديه وراح مالين العمود كله من الزيرو لحد الاخر. طب تمام. حاجه اقول له عند السنتي 15 وتفتكر يا دنيا كده هقول له جيت شيب وخد مين؟ الدايرة دايرة هقول لك. طب انا هسالك سؤال، اخر حاجه مثلا في مثلا مين فيكم اخر مره عمل كيكه مثلا في البيت؟ بتكلم بجد مش هزار. انت ولا من واحد كذا منكم شهر دخل مطبخ؟ ولا واحد منكم دخل مطبخ ولا ايه؟ من كذا شهر والله، يعني يا نهار مش اسود. مرة بصراحة. طيب مش انت لما انت جيتي صبيتي الكيكه دي نفسها، مش الصينيه نفسها هي عباره عن سيكشن تحت وفوق؟ طب السيكشن اللي تحت هو هو اللي فوق ولا مختلف؟ مختلف قلتهم على وشي، يبقى انت ما دخلتيش ليه؟ المطبخ ما من هي اصله. من تحت حاجة انا ومن فوق مش بتكلم الصينيه، مغطية. يعني انت من الصينيه العاديه بتاعت المطبخ مش من تحت مدوره وفوق مدوره وبتصب فيها الكيكه؟ ماشي ماشي يبقى هي تمام. يبقى هي نفس السكشن ولا لا؟ نفسه. ايه السبب؟ عشان تطلعي نفس الشكل صح؟ طيب يبقى انت كده هتروحي انت جايه الاول عند 15 هتاخدي مين؟ الثمن هو هو المتمم، عشان دي تعتبر الصينيه اللي هيتصب فيها شكل متمم. طب معلش العمود اللي انت وريته لنا شكل تاني مختلف، مش انت لما يكون عايزه تعملي اكتر من كيكه باشكال مختلفه بتجيبي اكتر من صينيه؟ تمام. فانا هاجي الصينيه الاولانيه اخرها عند 15، فانا هبدا الشكل المدور من عند 15 واحد من 10، كانك بتحط دي فوق دي قيمه الواحد من 10 بس، واقول له جيت شيب واجي يا ناديه اروح جاي واخد الدايره عشان تديني السنه دي. حد معايا يا اولاد ولا فين؟ معاكي. طيب يبقى انا كده كل شيب هحطه مرتين، المتمن يا سلمى عند زيرو مره ومره عند انا كده كده همليكوا الكلام ده تاني فما حدش يقلق ان هو ايه في مشكله. فهاجي عند 15 واحد من 10، 15 الاول اخد المتمن تاني، 15 واحد من 10 هاخد الدايره، هاجي عند 285 ومحدش يطنش يا هبه اللي هي الحاجات اللي هي ايه صغننه دي، واروح جاي هنا واخد الدايره تاني 285 واحد من 10. ناخد الدايرة تاني، لا ما خلاص بقى انا خدتها مرتين، 5 واحد من 10 هاخد الريكتانجل، ناخد الريكتانجل بقى. وعند ال 3 متر جيت شيب واخد ريكتانجل. يبقى انا كده ركبت كل شيب يا اولاد كام مره؟ مرتين. مرتين اتنين. يبقى اول مرحله ان انا رحت ركبت كل سيكشن بايه؟ بمقاسه اللي انت عايزاه في الديزاين بتاعك على العمود. اي ماشي، بس ده مش شكل عمود اصلا. طب هو احنا لما كنا بنعدل على اي حاجه كنا بنعدل منين؟
ايديت ماتش موديفاي، لا موديفاير. موديفاي لا موديفاير هتلاقي مين جوه، لوفت لو انت مركبه مين على مين، الشيب الشيب على الشيب الباث تمام. انت عندك كام شيب؟ ثلاثة لا ثلاثة مش احنا مركبين سته، كل واحد مرتين. كل واحد انا مرتين. جدع، انا ممكن امسك الشيب اللي فوق واجي اعمل له هنا ريسكيل، والمثلث مقفول ده خلي بالك، يروح مديني تاج العمود ده. تمام. في عندنا مكنه زي مكنه حليه، ما اعرفش حد يعرفها، مكنه حليه الخشب اللي بتعمل شغل شغل دائري او شغل ارابيسك. المكنه دي موجوده عندي هنا اهو، فين؟ جوه امر لوفت. موجوده فين جوه لوفت؟ موجوده في الاخر خالص، في عندي عنوان اسمه ايه؟ deformations deformations ودي scale اهي، scale ادي المكنه اهي. مالها بقى دي يا عم الحاج؟ ده كده العمود على النايم، دايما تاج العمود في الجهه اليمين اللي هي دي، ودايما قاعده العمود في الجهه الشمال. الخط المنقط ده، ده الفواصل ما بين الاشكال الاساسيه، يعني هنا ده المتمم، كل ده الدايره، والحته دي المربعه. حد معايا؟ تمام. طب احنا خدنا بقى كام نوع من انواع النقط؟ اربعه، كورنر أربعة وسموث وال فيزير وزير كورنر. وال هاجي هنا اضيف له ادي نقطه، انسرت كورنر بوينت، وخلي خلي بالك، خلي عينك هنا اهو، والعمود عندي على النايم اهو، ده هو ده خلاص اهو، ادي العمود اهو، كاني برسم هنا اهو، كاني هرسم على الخط الاحمر ده السكشن بتاعه. هاجي هنا النقطه دي واجي اضيف هنا نقطه، قول لي كده في حاجه حصلت في الرسم بتاعتك او اي نتيجه ظهرت؟ ايه؟ في حد شايف النتيجه ظهرت على العمود؟ هو مفيش احنا اي عملنا حاجه ايه ظهرت. معلش؟ هو نعم؟ تقريبا ولا اي حاجه. مفيش حاجه ظهرت. انت حطيت النقطه هنا عشان اجي هنا بموف واروح جاي ساحب النقطه دي كده فوق. هكليك يمين على النقطه واخليها هنا بيزر كورنر اهي. حد معايا ولا فين؟ مايكو معك حاجه هنا كده، هضيف ادي نقطه اثنين ثلاثه. طب ليه ضفت ثلاث نقط؟ عشان اجي بموف واروح ساحب النقطه دي كده فوق اهي، تديني السنه دي، عشان اجي هنا كده رايت كليك عليها اهي واخليها بيزر سموث اهي، واروح ساحب الدراع ده كده، عشان اجي كليك يمين عليها اخليها بيزر كورنر واروح ساحب الدراع ده كده. حد معايا يا اولاد ولا فين؟ انا مش عايز حد يشغل نفسه بالخطوات وان انا تهت والخطوات راحت مني، طز هعيدها 1000 مره، المهم تبقى انت متخيل، احنا تخيل فقط. انت هنا كده يا عبد الرحمن كانك بترسم السكشن ال 2 دي على الخط الاحمر ده، مش فاهمك يعني ايه؟ يعني مثلا عبد الرحمن بيقول لي طب افرض انا عايز اروح ارسم مثلا سنه عامله كده، كده مثلا، كده مثلا، كده مثلا اهي، هو مزاجه يرسم دي، هرسمها ازاي؟ حد يمليني وعكوا زي ما انتوا عايزين، اللي هي أنهي واحدة يا اللي هي دكتور؟ الحمراء دي، مش انتوا شايفين الخط الاحمر اللي انا رسمته في التوب؟ طيب عاملها ازاي؟ حاجه اضيف هنا ادي نقطه، وقال لي في نقطه هنا، في نقطه تانيه فوق، ما تحددي، ادي نقطه اثنين ثلاثه اربعه اي، وادي النقطه الرابعه، ثم في معلش بنحدد النقط على أساس ايه؟ على اساس الشكل اللي انت رسم، مش عارف انت شايفه دنيا الرسمه اللي انا رسمها في التوب اه ولا لا؟ تمام ماشي تمام. خلاص، واجي طيب هنا اضيف هنسيب اربعه أول واحدة اه، واجي هنا للنقطتين اللي في النص دول كده اروح مطلعهم فوق نرفعهم لفوق، اه، بس هي في واحده انا عبد الرحمن ما قال احنا دي نزلها كده هننزلها شويه لتحت سنة بقى. مثلا، واجيب دي كده اه، ده في عندي هنا كيرف، فانا محتاج هنا نقطه زياده، فانا عندي ادي نقطتين اهم، واجي احط نقطه في النص اهي، واجي اروح جاي ساحبها لفوق كده اهي، هكليك يمين بيزر سموث واروح ساحبها كده، مش هي دي؟ هي دي تمام، طلعت لك انهي شكل، هو مزاجه يعمل دي مثلا او ديزاين بتاعه كده. طب معلش انا شايفك كل نقط بتعملها بره، ما ينفعش ان انا اكون غائر في الشكل، براحتك انزل بيها على الاكس الاحمر من تحتك، امسك النقط دي وانزل بيها تحتك زي ما تحب. لا مش عايزهم، سلكت النقط دي كده وديليت من الكيبورد عادي. وصلت يا اولاد؟ تمام طب استنى امسح بس الشكل، لا او مش مهم، حاجه هنا كده اضيف ادي نقطه ايوه اثنين، واجي هنا بموف وراح ساحب نقطه دي كده اهي، حاجه الناحيه الثانيه، حاجه دي ثانيه ادي نقطه اثنين في التاج اللي هو ده،
واجيب موف اروح طالع بيبي كده. هاجي هنا اضيف ادي نقطه اثنين ثلاثه، واجي هنا كده بموف واروح ساحب النقطه اللي في النص. هاجي هنا كليك يمين عليها بيزر سموث واروح ساحب الرادة كده. هاجي هنا كده عايز الغيها زي ما انا عايز، عايز اجي هنا اضيف ادي نقطه اثنين، واجي اروح جاي واخد السن اللي في النص اروح طالع بيها كده. اي ماشي، بس العمود فوق زي تحت، انا كنت شايف العمود من فوق ضيق يعني بسلب العمود. امسك النقط دي كلها اللي فوق وانزل بيها على الاكس كده يا عبد الرحمن. عمود ده ولا مش عمود؟ هو احنا كده يعني عشان نخليه صغير شوية من فوق ايوه يعني. مسلوب 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 يعني ضيق من فوق. تمام. الكلام ده وصل يا اولاد؟ الحدوته بس. تمام. طيب تعالى بقى نمشي دي بقى فتفوته فتفوته، وانتوا كل ما هتعملوا حاجه برين سكرين وتبعتها لي على الواتساب. بص بقى، انا هاجي كده اول مرحله اللي هي مرحله رسم الاشكال ال 2 دي. يعني انا هاجي هنا كده وانا واقف الفرونت اند، وهاجي وخلي بالك لازم تعمل بايديك معايا وتبعت لي عشان اشوف انت غلط ولا لا. كاني باصص في الشاشه في الكلاس بالظبط. هاجي هنا كده ادي اللاين، وهاجي اقول له كده انا عايز مثلا في الكيبورد انتري عند 0 0 at point. خلي بالك انا مش شغال في الزد خالص، انا شغال اكس واي، وعند الواي 300 at point. هرسم بايديا المتمم اهو، عدد اضلاعه 8، الراديوس بتاعه 30 سم. هرسم هنا ادي سيركل، واخلي الراديوس بتاعتها 25. يعني يا نادي انا برسم بايديا ثم باجي بعدل مقاساتي عبد الرحمن اهي، واروح جاي من هنا كده اقول له ان دي 60 سم في 60 دكتور سم. ايوه ممكن تعيد الله يخليك بس شوي شوي. حاضر. بص بقى هعيد وارسمها لك أوكي. كمان عشان لا، عشان انتوا المفروض انا اعمل لكم المقاسات عشان انتوا هتعملوه. بص بقى أوكي. الشيبس اهي هجيبها على جنب، وهمسك كل دول خليتهم لونهم ابيض. بص اول حاجه انت عندك الخط ده هو 3 متر يعني 300 سم. انت بتسالي على المقاسات ولا يترسموا ازاي؟ لا ترسم ازاي؟ طيب بص انا هاجي ادي اللاين، خلي بالك عندك انا ادي انا واقف الفرونت ادي اللاين، وهاجي في الكيبورد انتر ايوه الاول عند 0 0 at point، عند الواي 300 at point. وصلت كده؟ ايوه طيب هاجي هنا متمم او الانيجون ده اهو، هرسمه بايديا الاول كده واخلي اضلاعه 8 والريديز بتاعه يا سلمى 30 سم. هاجي بعد كده هرسم السيركل بايديا، وان الريديوس بتاعتي 25 سم. السكوير او الريكتانجل اللي فوق طوله وعرضه 60 في 60. وصلت يا أيوة اولاد دي كده؟ خلاص فيها مشكله؟ أيوة وصلت. لا طيب ارسم خلاص واعملي برين سكرين وبعد. يلا طيب احنا كده الاول خطوه رحت رايح راسم مجموعه السكاشن الحقيقي او الباص بتاعها. عايز اروح معلش اركب. يا دكتور لو سمحت، بس ايوه فهمت. هي دنيا مش عايز يفتح عندها، هي بعتها لحضرتك على الجروب دلوقتي، انا هي مش بعت راضي لها، يفتح عندها، انا بعت لها حتى بعت لها مش عارف. استنى كده هي بيظهر لها كده. اقعد اذا جوين ماشي كده بقى الاي دي دونت كونكت تو اي دي. والله يا بنتي انا بص انا بعت لها اللي هو الكونكشن تاني اللي هي بتاع دي الميتنج اي دي. انا قلت لها قلت لها يمكن عندك النت ضعيف، اوكي ولا دلوقتي بس بصي قولي لها انت بيطلع عندك كده، انت هتكتبي هنا الاي دي اهي هنا وبعد كده هنا جوين خلاص، وقولي لي ورد عليا. اوكي حق دكتور، وانا ما عملتش الباس، ليه؟ مش عارفة، انا عملت الاشكال بس ما خدتش بالي اصلا من الباس.
لا اعملي الباص، ما انا راكب ده على ده ازاي؟ ما انا مش فاكره هو كان بيتعمل ازاي. ما انت ترسمي لاين في الفرونت، هتكتبي عند 00 اد بوينت، وعند الوايت 300 اد لاين اد بوينت. ده كده لاين بس، بعد كده برسم الاشكال. ما احنا ما عندناش الا حاجتين، رسمه الباص او اللاين ثم مجموعه الاشكال. تمام. انت لسه هترسميه ولا رسمتيه؟ لا لا، رسمت الأشكال بس ما رسمتش الباث. طب حلو قوي. يعني هو انا ممكن أحطهم على جنب بعد كده أرسمه ولا إيه؟ مش هتفرق. دكتور ماشي. معلش، احنا انا ممكن تعدي بس لانه انا خرجت من بدري، مش هو بحاول انت ادخل بقالي ايه كتير. هي ممكن تكون النت عندك فيها حاجه يا دنيا. طب مش بص، عارفة، انا اصلا قفلت الواي فاي وشغلت الداتا برضو ما كانتش بتدخل. طيب بص، انا بعت لك حتى كونكشن تاني، بعت لك على الواتساب، انا بعت لك كلها تانية. طيب بص، انت حضرتي معانا من اول فين؟ انا هرسم، انت الاشكال دي كده هرسمها ازاي؟ انا هاجي هنا في الفرونت، واجي هنا خلاص اللاين، وهاجي اقوله عند 00 اد بوينت، وعند الواي 300 اللي هي 3 متر اد بوينت. دي كده تمام. تمام. هتروحي رسمه انيجون او متمن بايدك الاول كده، ثم حركه تيجي تخليها 8 اضلاع، والريديوس بتاعها 30 سم. هرسم سيركل بايديا كده مانيوال، واخلي الريديوس بتاعتها 25 سم. هرسم اخيرا ريكتانجل اهو، واخلي انت عندك مقاسه 60 سم في 60 سم، السيركل كام معلش؟ 25. تمام. خلاص يا اولاد كده؟ يا تمام، عملت السيركل وعملت ال تمام. بس خد بالك، انت محتاجه ترسمي باس اللي هو الخط. عملته. طيب بص، تاني بقى مرحله ان انا عايز اركب كل سيكشن من دولت على الباس. الاول همسك مين؟ او اللي فاكر منكم خطوه يمليني، اللي فاكر يعني. يلا. اللي فاكر وانا معاكم. والريكتانجل همسك معلش كان كام في كام؟ 60 في 60. تمام. مين هيمليني؟ همسك اللاين أول. تمام، يبقى كده اول مرحله من المراحل همسك الباس، او سواء كان لاين او غيره، واخش على مين؟ كومباوند اي، واخد لفت. اول حاجه بتعمليها بقى لما تيجي تاخدي الوصف هنا، بتعملي ايه؟ الدستنس أغير تمام، وابتدي اكتب المقاسات عند الزيرو، جيت شيف، واروح واخد المتمم. حد يكمل تمليه بقى عند 15. نختار الدايرة بتاع لا المثلث ده تاني، لا، مسمى المتمم ده. يبقى كده عند 0 متمم، عند 15 متمم بقى، بقى عند خمستاشر دكتور و بوينت وان. ممكن تعيد؟ الله يرضى عليك. قول يا فندم، عايزه من اول فين؟ من أول اللاين يعني لما نمسك اللاين. انا عندي هنا ادي اللاين، وهاجي من هنا من تحت الباس كريت جيومتري ستاندرد، هختار من هنا مين؟ يا نادية. أيوة كومباوند، كومباوند واخد لوفت واقول له اول حاجه، اقول له اشتغل ايه؟ لحظة distance تمام، عند distance الزيرو. ايوه جدع، عند الزيرو جيت شيب، وحضرتك خدي اول شيء عند 15، جيت شيب، واخد نفس الشيء عند 15 وواحد من عشرة، جيت شيب، واخد الشيب التاني. انتوا دبستوني، محدش بيمليني. ها اللي فاكر يعني 285، جيت شيب، وهاخد الدايه 285 وواحد من وانت عشرة، جيت شيب، واخد ريكتانجل، والتلاتة متر اروح جاي جيت شيب، واخد ريكتانجل. ايه تاني بقى اللي انت بتقوله ده؟ اقول هاجي كده اهي، وهاجي ادي اللاين، هاخد المتمم ده عند الزيرو،
وهاخد المتمن ده عند 15. حد معايا ولا فين؟ اه تمام. الدايرة هاخدها عند 15 وواحد من عشرة، وهاخدها عند 285. الريكتانجل ده هاخده عند 285 وواحد من عشرة، اهي بوينت 1، وهاجي كمان اخده عند كام؟ عند 300. عند 300. وصلت؟ تمام. يلا. يلا اللي يخلص يبعت لي. طب دكتور، هو انا دلوقتي يعني تمام عملت اللي هي اول قاعدة دي اللي هي بالمتمن، بعد كده لما جيت اعمل سيركل انا ما كنتش عملتها يعني بالطول الصح بتاعها، فهي طالعة اكبر. ماشي، لو صغاريها خش على عادي الموديفاي مش وعدليها. مشكلة ولا ايه؟ لا ما فيش مشكله، خش وعدليها، عدليها من الموديفاي، امسك السيركل عادي، ما كانها اي اوبجكت بنعدله. باشمهندس، انا لما جيت عملت المستطيل على 300 طلع شكله غريب. هو انت عندك اليونت سكيل بتاعتك ايه؟ متر انت بتتكلمي او انت بتركبي لوفت صح؟ ليه؟ وانت بتعملي لوفت يا رهف صح؟ احنا عاوزين بقى من بعد اللوفت. بص، انت مش انت عندك هنا، بص لما يقلب معاكي تروح انت جايه هنا كده من الموديفاي لوف، شايفه انت الشيب اللي فوق ده؟ هتروح انت نازله بيه وطالعه بيه تاني كده، شايفه؟ هتلاقيه ظبط بس معاكي. هو اصلا يعني مش جاي عندي كده، هو جاي عندي مش مظبوط مقلوب. خالص. تعرف تعملي شير؟ انا مش عارفه بعمل شير ازاي اصلا، هتلاقي في عندك مربع، مربع فيه سهم طالع مكتوب عليه كلمة شير وانا سكرين. مشغله على التليفون مش اللاب. طب ادي بعت لي صورة، طيب صورها لي. اوكي دكتور، لو سمحت نعم يا فندم. ممكن تعيد لنا بس من بعد اللوفت الخطوة اللي هي من أول فين يا نادية؟ من عند اللوت. طيب أنا ماسك، أنا هلغي ده تاني أهو، وهمسك هنا الباص. بص انا مش هتحرك خطوه لما تقولي تمام، ماشي؟ اوكي. انا ماسك هنا ادي الباس اهو، وهاجي عند اللوفت واختار ديستنس اول حاجه. اوكي. عند زيرو جيت شيب، وهاخد اول شيب. اوكي. عند 15 سنتي جيت شيب، وهاخد هو نفس الشيب. اوكي. حاجة عند 15 وواحد من عشرة جيت شيب، وهاخد الدايرة. ايوه. عند 285 85. جيت شيب، وهاخد الدايرة. عند 285 وواحد من عشرة جيت شيب، وهاخد ريكتانجل. عند 3 متر جيت شيب، وهاخد ريكتانجل تاني. تمام دكتور، يلا لو في حاجه قوليها عيدها لك، إن شاء الله. واللي خلص اولادي يبعت برينت سكرين ويبعت. ده الفايل بتاع رهف. احيانا بتحصل معايا الحركه القرعه دي، انا اقصد كلمه حركه قرعه من ماكس. طب انا هعمل ايه؟ همسك دي كده اهي. هي لينا، لينا مع حضرتك. واجي مع هنا كده حضرتك. ماسك العمود من موديفاي، وهمسك كلمة شيب، وهشاور بس اشوف فين الشيب الاخير اللي عندي. بص مش عارف حد منكم شايف شكل الماوس تختلف ولا لا. امسك واجي بامر موف، انزل بيه كده واطلع. بصي زي ما كنت بقول لك هنا عندي كده، شايفه؟ ثم اعمله بقى ريسكيل زي ما هناخد بقى الجزء بتاع بعد شويه. وصلت؟ تمام. اللي خلص بس يبعتها عشان نفهم. فهمتها. ماشي راح. ماشي. انت عايزه تاخدي، عايزه تاكلي؟ انا مش فاهم اصلا يا رهف. ايه رهف هو، انا الصوت قطع عندي اصلا. ده بقول لك ده كده معناه ان انت عايز تاكلي في البريك يعني؟ اصلا مش فاهم. لا مش امال ده ايه ده، بيعمل ايه ده؟ ماشي دكتور،
أي فندم، أي نادي؟ دكتور، لان انا هنك فردت اعيد من الاول، عيدي فلما ماشي. اعمل اللاين اوكي ادوس على عند زيرو زيرو، الكيبورد ايوه اوكي، عند زيرو زيرو بعدين اد احط بوينت. ايوه، وبعدين اد بوينت يطلع لي الاكس بس، انا عايز اقول لك حاجه، الواي والاكس بدون لاينز. لا لا انا عايز اقول لك حاجه، هو قفل مني كهنج يعني. ايوه طيب بص انا عايز اقول لك حاجه، في حاجه احنا خدناها ما اعرفش حضرتيها معانا ولا لا، اللي هي حاجه اسمها اوتو باك اب او اوتو سيف. اها اوكي بصي انا بطلع هنا من قائمه فايل، اقول له هنا اوبن، مش اها عشان ما اقولكيش خلي بالك، ده انا بقولك عشان تبقى انت عندك باك جراوند، لو انت بدل ما تعيدي تاني في شغلك اوكي جوه هتلاقي في عندك في اللايبرري، هتلاقي في دوكيمنتس اهي، اها هتخش على مين؟ على الماكس. ايوه على الماكس اوكي. تاني عنوان اسمه ايه؟ لا 20 اوتو باك اوكي جواه اللي هي الحاجات لو قفلت بتظهر، لو فيها اها مشكله هتلاقي فيها حاجه اسمها ريكفري. طبعا انت اوكي بتبصي على اخر حاجه ايوه ايوه بالتاريخ، يعني ادي التاريخ اها اهو الساعه ايوه كام، اهو الساعه كام، واروح لاقرب ساعه انا عايز اشتغلها. اوكي ماشي، قولي لي بقى ايه اللي كان ناقص عندك ومش راضي يظهر دول، يعني اللاين اللي مش عايز يظهر ولا مين مش عايز يظهر. اللاين ما كانش بيطلع. ايوه طيب انت واقفه فين؟ انا رتعتها من الاول، دلوقتي انا عند اللاين. طب ينفع تعملي شير؟ طيب اوكي بس انا بشتغل على تليفون. اللابتوب. اه مش هينفع. لا اللابتوب اه طب ممكن. طب قولي يا مليك ازاي، او خليك تتمني ازاي. طب ارد اعيد الخطوات انا واقول لك لو طيب ضبط ولا لا. ماشي، اوكي تمام يا سلمى، ولينا تمام. رهف انت بتجيب الصور دي منين؟ ده انت صاروخ يا رهف، بتجيبيها منين الحاجات دي؟ ماشي يا رهف. تاني زيتونه يا رهف. ماشي طيب بس الزيتونه دي بمشكله، يعني ايه مشكله؟ يعني انا شايف في العمود خط هنا فيه سواد، حد شايفها؟ ايوه. طب ماشي، طب ما انا هروح السواد ده شكله وحش قوي، طب انا عايز اشيله، بس شيلي بقى التكلفه. ايه التكلفه؟ احنا قلنا التكلفه الوحيده عندي جوه الماكس اللي هي كميه الفرتيز اللي موجوده. هبه انت هنا هبه ولا مش؟ هنا موجودة. طيب كميه الفرتيز هي دي العبء اللي عليا. طب مال السواد ومال ده؟ ما هو ده قله سيجنس. بص كده ادي الشكل اهو كلهم اهم. طب اعالجها منين؟ لو حبيتي فباجي هنا كده من جوه لوفت، في عندك عنوان هنا اسمه ايه؟ باس باراميترز. باس باراميترز. وعندك من جوه ايه؟ هتلاقي في عندك جوه الباس باراميترز او السكين باراميتر زي، معلش، هتلاقي في عندك هنا حاجه اسمها شيب ستيبس، شايفها؟ بص كده لما باجي ازودها في حاجه زي دي. اه الحق ده السواد اللي تحت اتشال. طب من زود تحت كده، تشيل اه زود الباس ستيبس كده، الحق ده نضف. اللي بس فوق شيل، تشيل. اه بس شيلي بقى كام؟ 78 8. الايه لا 78000. 1000. انت فاهمه؟ انت بص، ما انت برضك عليك ان انت تقيمي امتى ازود وامتى ما احتاجش. هو اصلا كده كان 900، هيقول لا على حسب بقى الشوت، وعلى حسب قرب بعد الكاميرا، وعلى حسب انت عايز تطلع ايه منها. وصلت؟ اظن ما قلتكوش، اظن ما قلت الزيتونه باساينمنتس ولا حاجه يعني. انا عشان دي ورايا زيتونة طبعا. تخرب اللابتوب. طيب ماشي ماشي، دي كان عندي امتحان اسود النهارده. حاضر. حاضر. بنهزر يعني. رهف اللي اتكلمت، رهف اللي تاخد الامتحان. طيب خلاص انا ما عنديش مانع. اتفقنا. اه يا ولاد خلاص كده، خلاص انتوا مش عارفين. طب مع عبد الرحمن، عبد الرحمن ساكت على طول، بدل ما راهب تاخد الامتحان عبد الرحمن اللي ياخده. دكتور، انا بعت لك انا موافقة. دلوقتي على الواتس ازاي بيطلع عندي. لا هي اخر حاجه راهب بعتها لي، اخر حاجه راهب اللي بعتها، انت لسه بعتلي.
يمكن لسه ما وصلش مصر. ايوه، طب حد يعرف يكمل من الباقي بقى بيت العمود؟ حد عارف يكمله؟ هو كان عامل ازاي اصلا؟ شكل العمود؟ انا بعته لكم، انا بعت لكم الصوره في الاول. مين يعمله؟ وادي له تاسك، اشيل له تاسكين من 9 بتوع النهارده. والله الكهرباء قطعت عندي في القصه. الوقت قطعت عندك؟ ده انت متدبس في 6 تاسكات باتفاق الاراء ما بين دنيا ورهف ولينا. احنا ندخل على ديفورميشن طيب مين يعمله؟ بعدين طيب بعد ايه؟ بعد ديفورميشن ايه؟ سكيل. بس خدي بالك انت عندك مش ديفورميشن سكيل، انت لسه لو حابه تغيري الشيب اهو من فوق كده ممكن اجي يا لينا كده اروح جاي مكبر عامل ريسكيل للشيب اللي فوق، واي شيب من 6 خلي بالك. طب ثم اللعبه كلها جوه لوفت امر اسمه ايه؟ سكيب. اهو. وارسمي بقى ما بدالك بس ما حدش يعك، انا عايز نفس العمود. خلي بالك هو ده مش لازم يكون جبس، ممكن يكون خشب، مش لازم يكون خشب، ممكن يكون زجاج، يعني ممكن في ناس تشتغل في ده اللي هي ممكن اجي احط له مثلا نقطه في النص كده مش عارف حد شايف ولا لا، واجي هنا كده موف مثلا وارفع دي كده، او ممكن وهي في مكانها واقول له بيزير سموث وراح واخد الدراع ده كده وحد شايف حاجه. أو يعني اقصد مش لازم عواميد جبس، مش لازم ممكن عواميد نحاس على حسب بقى. طيب هنعمل ايه يعني؟ هضيف نقطه واجي هنا بموف، ومش عايز حد يعكه في شكل العمود، عايز عمود حلو. ثم هضيف ادي نقطه ثانيه ثالثه واجي بموف، وخلي بالك انت عندك هنا ادي رولر لو انت عايز تشغل حاجه بالمقاس. حاجه اضيف النقطه واروح ساحبها فوق، كليك يمين بيزير سموث واروح ساحبها كده، كليك يمين على النقطة بيزير كورنر واروح ساحبها كده. هاجي هنا ادي هنا نقطة اتنين، واجي هنا كده بموف واتحرك بيها. حاجة اضيف هنا ادي نقطة اتنين تلاتة، واجي هنا كده بموف واروح ساحبها لفوق اهي، كليك يمين سموث اهي، ثم امسك النقط دي وانزل على الاكس عشان تبقى مسلوبه، مسلوبه يعني تبقى العمود فوق دايره. سهله عايشة. ممكن تاني يا دكتور؟ من اول فين؟ يعني أولا اللي هو الديفورميشن ده طلعت منين؟ دوست وانت على كنت فين؟ والله بصة بس ما خدتش بالي. طيب بص دي عندك هنا ادي البوينت لا أنا قصدي اللي هي بتاعنا في أيوة دي. جوه لوفت، موديفاي لوفت سكيل. تمام. هاجي هنا اضيف بقى النقط وابتدي ان انا اروح اعمل مود، خلي بالك سواء بارز او حتى غائر شايفه. تمام. طب ممكن اضيف هنا نقط على نفس الشكل وابتدي برضك اري سكيل نفس النقطه، انت بتشكلي في نفس النقطه نفسها حتى لو عايز، مش عايزاهم هدوس على الكروس دي تلغي لي النقط خالص. نقطة مو كليك يمين بيزر كورنر اسحبها، نقطة اضيف اي عدد من النقط اهي ريموف واروح طالع بيها، كليك يمين بيزر سموس اهي اسحبها. تمام. يلا طيب عايز معيش الحتة اللي هي في الأول خالص اللي هي فوق لما حضرتك عملت لها سكيل فشدتها من فوق، باجي هنا يعني وأنا جوه لوفت شيب هي دي، هو أنا دلوقتي أصلا لوفت ده راحت من عندي، فأنا المهم تخش يعني موديفاي، موديفاي هتلاقي ما هي مش موجودة يعني لازم تقريبا تكون عشان موجود. سبت الشكل أو حاجة. لا 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 ما تسيب الشكل عادي، بس المهم لما تيجي تعملي سيلكت ما تعملي سيلكت كده عشان أمال تخش على أغلبه ازاي؟ حدوس وان كليك، جاست وان كليك عليها بس عشان اه تلاقي. اوكي انت كده ماشي. اللي انت بتعمليه كنت انت ماسكه اللوفت باللاين اللي تحت، اه
طيب تمام، امسك بقى اللي هو اول حتة فوق خالص عشان اوكي اعملها سكيل كده. بمسك الشيء واجي هنا اعمله ريسكيل. تمام يلا اللي خلص يا ولادي ابعتلي. لو انا عايز العمود ده في خشخان كده طولي او في حفر طولي اعمل ايه؟ يعني في احيانا العواميد بتبقى محفوره طوليا كده جنب بعضها، اعمل ايه؟ دكتور اسمح لي لو سمحت. نعم. الحين أنا عملت العمود طلع، بس طلع أفقي يعني مش بالطول. طلع افقي. طب ورق، ابعت لي الصوره كده. طب اشوف، مش ده اللي انت رسمها؟ مش أوكي ده الباص اللي انت رسمها؟ أيوة انت لو ينفع، طب ينفع تبعت لي الفايل؟ طيب فايل ماكس، فايل ماكس. او لو تعملي شير يكون افضل. ما عندي المشكلة، في النت أصلا ضعيف، ودلوقتي أنا واصلة على تليفون موبايل ثاني على أساس أحضر الزوم. مش عارفة في إيه في طب النت هقول لك، بص اليوم. هي القصه بتاعته عامله ازاي. انت بتبقى ماسكه العمود ده كده، واجي هنا كده من كومباوند لو جيت شيب، واروح واخد الشيب ده كده كده يفضل طولي زي ما انت شايفاه كده، وابتدي اقسم عند السنتي كذا جيت شيب واخد الشكل، واقسم عند السنتي كذا جيت شيب واخد الشكل. خد بالك لازم يبقى طولي كده، لو طلع معاكي بالعرض هتبقى فيه مشكله. ايوه هحاول انه اصور فيديو وابعته لا لك مش لازم بقى. ماشي ماشي، مجرى احسن، احسن افضل. ان شاء الله. ان شاء الله طيب دكتور. انا عايز العمود ده كده فيه حفر طولي، هعمل ايه يا ولاد؟ خط طولي يعني ايه يا دكتور؟ عامل ازاي يعني؟ يعني يكون فيه حفر طولي، في عمود بيبقى فيها سلمة خشخان فهمت. او حفر طولي كده. فهمت. ها احنا عايزينها بالمنطق يعني. المفروض انا اعمل له احنا ممكن روتيشن. نعمله، ده اسمه ده يعني. هتعملوا ايه يا عبد الرحمن؟ دكتور احنا ممكن بدل لما نخليها سيركل نعملها ستار. جدع، برافو عليك. يعني هي اصلا لو احنا كده بنتكلم بالمنطق اللي هو ايه؟ دلوقتي اصلا اصل العمود ده عندك يا رهف هو عباره عن ايه؟ عباره عن امر لوفت. اللي هو ايه يا رهف؟ اللي هو يا دنيا بركب مجموعه سكاشن على باص. انت معايا هبه؟ مع معاك. حضرتك. طيب فانت على حسب شكل السكشن، على حسب ما الشكل هيطلع. يعني انت لو السكشن بتاعك عباره عن دايره يبقى الشكل البدن هتطلع مدور. طب لو انت عندك السكشن بتاعك ده مثلا عباره عن دايره ومتعدل عليها بإيدت سبلاين، او حتى انت جبتي هنا ستار وهتشتغلي بيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي ستار اهي، وازود عدد البوينتس بتاعتها واخليها معمول لها فالت كده خلاص، واجي للعمود واجي هنا كده من موديفاي واقول له هي كانت الدايره بدأ من كام؟ من 15.1 اهي، واقول له جيت شيب، واروح واخد الشيب ده. عمل ايه؟ حد معايا يا ولاد؟ خلاه يبقى طيب خلي مخطط. بالكوا السكاشن دي اوعى حد يستغنى عنها. بمنتهى البساطه لو انت لغيتها وعايز تعدل في العمود مش هتعرف. لو انت ما لغيتهاش وعايز تعدل مثلا في ريديوس الدايره بتاعت الستار دي ورجعت في كلامك، بمنتهى السهوله بتقدر تعدل فيها، فاوتوماتيك هو من نفسه هيعدلك في العمود. هتشايف يا ولاد؟ يا دكتور. طيب انا هسال سؤال تاني. طب افرض ان انت عندك العمود ده عايز نص مفرغ، هعمل ايه؟ يعني كأنه صبة، أصب جواه يطلع نص عمود، تفتكروا هعمل إيه؟ لو أروح عايزينه للأشكال عامل عشان ازاي نصها. يا دكتور؟ أنتوا عارفين عمود الصبة؟ يعني كأنك أنت أو كأنك أنت هتعملي فرمة تصب جواه يطلع نحاس أو جبس مثلاً. عايز نص مفرغ. يعني من جوه فاضي، مفرغ. أي مفرغ كأني معمل له أوتلاين. نعمل وعايز نص. اوتلاين للسيركل او لأي حاجة. لا ده أنت أستاذة بقى، إيه اللي حصل بعد البريك؟ انت قبل البريك كنت نايمه شويه، لا والله ده انا شكلك مركزة كلت. طول الحصة. طيب بص،
فهي برضك هي نفس القصه، اللي هي ايه؟ اصلا اصل لوفت هو تركيب سكاشن على الفاضي. لو السكشن بتاعك كامل العمود يطلع كامل، لو السكشن بتاعك نص العمود يطلع نص، طب لو معمول اوت لاين هيطلع ده اوت لاين. طب ازاي؟ لو انا جيت يا رأف مثلا عندي على الشكل ده كده اللي هو شكل المتمم اهو، وجيت عدلت عليه بامر اسمه اديت سبلاين اهو، وجيت قلت له لو سمحت روح اعمل لي هنا، همسك السيجمنتس الاول وامسك نصها واقول له ديليت، حاجه هنا ادي اس بي لاين، واجي اقول له هنا ادي اوت لاين واديني هنا اوت لاين، هو بينفذ اهو. ونفس اللي انا عملته عندي في المتمم هاجي اعمله في الدايره، ادي الدايره هاجي موديفاي، واجي هنا اديت اس بي لاين، ثم هاجي من هنا كده واجي هنا سيجمنت، واجي اقول له لو سمحت ادي هنا الاس بي لاين وروح اعمل لي هنا اوت لاين. حد معايا يا اولاد؟ ما حدش يقفل المايك بس. مع حضرتك كده. ايوه هاجي بعد معاك. كده عبد الرحمن هاجي للشكل الريكتانجل، واجي هنا يا دنيا كده اقول له اديت سبلاين، دي يمكن الحاجه الوحيده اللي هضطر اضيف فيها نقط، يعني هاجي اعمله هنا ريفاين اهي، واضيف هنا في الميد بوينت، واجي هنا سيجمنتس اروح جاي مطير النص ديليت، ثم اس بي لاين اوت لاين واديله هنا اوت لاين. يبقى احنا نرجع مرجعنا لمين؟ على حسب السكشن ما هو موجود، على حسب ما شكل العمود هيبقى. حد معايا ولا؟ تمام. طيب انا عايزكم تعملوا لي عمود اللي هو شكل الستار اللي فيه الخوش خندة، وعمود نص عمود مفرغ زي ده، وتبعتوا لي. يلا يا اولاد اعمل رمب نص دايره ازاي؟ ممكن الشكل الأساسي اللي هركب عليه السكشن يكون أرش، ماشي نعمل أرش ونرفعه من جهة واحدة، يعني نخليه من جزء واحد بس من ورا نرفعه. طب تيجي نعمل ديل سوا، لو عملتوا لي الرمب ده مش هتاخدوا القصر النهارده اللي انت كنت تعملوه. ديل دي ليه؟ ما انت عارف ان احنا مش هنعمله. اديني القصر. والله العظيم ثلاثة هتعرفوا تعملوه، وخدنا الأمر بتاعه. انا والله الاصل هنا المسجد. اه لا طبعا ده حاجة، ده دي نقرة ودي نقرة. امي دي بيقول الاصل ماشي هنا المسجد. هو عبد الرحمن احنا خلصنا المسجد، خلصنا الاصل ايه؟ امتى؟ بقولهم خلصنا المسجد، خلصنا الاصل امتى؟ اه اعمل ده ازاي؟ نفكر بصوت عالي احسن. طيب احسن، مش بنفس الحاجة اللي احنا عملنا منها الجدار اللي كان مايل ده، اللي كان فيه شبابيك؟ جدار قصدك سيكشن ولفه، لا، مش كان فيه عندنا جدار كده اللي هي ما ده بتاعت الشوتة الانتيريور اللي انت قلت لنا اعمله الجدار المايل ده؟ بس هو خد بالك الجدار المائل ده كان في النهاية هو عبارة عن سيكشن. ممكن اقول فكرة، قول هل الارش هو نفسه الباس، الارش نفسه ايه؟ الباس نفسه مش اللايف، ماشي اعمل انس واخليه هو الباس، وبعدين اخش اعمل له ايديت واحط في الانجل مثلا وارفع مثلا من عند نقطه معينه والله يا ابني انت اضيف كلامك نقطه صح، كمان. بس لو كملتها والله لاديك 10 درجات. يلا انا حلفت بالله انت كلامك صح، يعني بدايتك صح. يلا ايه ايه السكاشه اللي انت محتاجها؟ الانجل بس مربع بس، ماشي ادي هنا سكوير. اول حاجه خلي انشر بالك الباص اكتر، خلي بالك، يا اما تاخد 10 درجات يا اما اسحب منك الاثنين. قول بقى نقسم بقى الباص بتاعنا اللي هو الارش. ماشي اهو. ثم هنخش على انبلوك. بس خد بالك، هو انت محتاج سيكشن واحد ولا اثنين؟ مش انت محتاج اثنين، واحد كبير واحد صغير؟ يبقى انا كده هاخد نسخه من الصغير، تعالى بس عشان الالوان مش شايفينها، همسك كل دولت كده واخلي لونهم ابيض، واروح جاي ماسك ده هنا كده عبد، هاخد من نسخه تانية بدل ما اروح ابص على الارقام واصغر الارتفاع بتاعه. ماشي في زتونه هنا بقى، لو قلتها والله قبل ما تكملها لا اعمل لك ال 10 درجات. يلا ما حد يساعد يا جماعه عبد الرحمن. انت عايز ايه؟ طيب احنا المفروض يعني لا إيه ان اللي انا انت عايز؟ احدد
المكان اللي هيبقى فيه السكشن هو فيه عبد الاثنين الرحمن، دول. عبد الرحمن قال لك ايه اللي هو الرامب اللي احنا عملناه ده، هو فكر فيها بامر لوفت. ايه امر لوفت؟ اللي هو فيه اتنين مساكاشن وادي الباث. فانا قلت له سكشن كبير وسكشن صغير ماشي. في زيتونه بقى هنا في الحته دي، زيتونه مهمه قوي كمان. ناخد المربع في الأول، يعني ناخد أول واحد نحطه عند طرف كلامك صح، كلامك صح، بس هنا في مشكله. لازم سكشن ثالث، ها؟ لازم سكشن ثالث، لازم ايه؟ سكشن ثالث. لا هو الزيتونه اللي انت هتروح تنقل البيبل بتاعك ده تحت عشان يبقى على الارض. والتاني نخليه فوق عشان يبقى من فوق، بالظبط. صح؟ لان انت لو ما خليتوش على الارض خدت بالك هيبقى الكيرف عندك من تحت لفوق. انت معايا يا رهف؟ هي هبه. معاك. لو هو لو انت سبت البيفوت موجود زي ما هو يبقى في عندك اللفه بتاعته تبقى من فوق من تحت، مش هيبقى ثابت على الارض كده. انتوا حد شايف يا اولاد الصوره؟ يعني هو من هنا على الارض اهو والكيرف من فوق، لكن لو انت خليت البيفوت في النص الكيرف ده هيبقى زيه اخوه تحت. انت معايا يا عبد الرحمن؟ معاك. طيب فانا هعمل ايه؟ هروح انا جاي هنا كده، ادي الباص بتاعي اهو، وهاجي هنا كده ادي هنا كومباوند اهي، واجي اقول له هنا ادي لوفت، واجي اقول له هنا ادي جيت شيب، واجي اخد الصغير. ثم حاجه عند 50% جيت شيب وهاخد الكبير، ثم هاجي اخد عند 100% جيت شيب وهاخد الصغير كده. وصلت؟ يا دكتور، تمام. وصلت. طيب برضك ده يدل، وان كان بيدلنا على حاجه ان احنا بنفكر مش مهم نشتغل او نحل بقدر ما احنا نحلل ازاي ان احنا نشتغل. وصلت؟ وصلت. طيب حد يعرف يعمله؟ معلش، بس ممكن هنجرب. حضرتك تعيد تاني ازاي نعملها؟ عيد والف مره. بس تبقى انهي حته فيها اللي هي فيها مشكله؟ اللي هي اللوفت ولا انهي واحده؟ من بعد ما عملناها. من بعد ما عملنا السكاشن قصدك صح؟ طيب هقول انا هاجي هنا كده معايا ادي الباث بتاعي اهو، وهاجي هنا كده ادي كومباوند لوفت عند الزيرو جيت شيب وهاخد الشيب الصغير، عند 50 جيت شيب وهاخد الشيب الكبير، عند 100 جيت شيب وهاخد الشيب الصغير تاني. وصلت؟ اوكي يلا اوكي اللي يخلص يبعتها لي.